بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة خليني أبدأ مع حضراتكم الأول ونقول البقاء والدوام لله في وفاة جنودنا الأبطال الحقيقة اللي دايما بيحرسونا وبيحرسوا بلدنا من في على الحدود المصرية. الحقيقة زي ما حضراتكم عرفتوا النهاردة كان في أحد الكمائن في سيناء حصل فيه تفجيرات وحاجة من هذا القبيل، و بقاء الدوام لله للشعب المصري بالكامل لوفاة جنودنا الأبطال اللي دايما هيفضلوا ذكرى جميلة في قلوبنا، وهيفضلوا دايما هم اللي حاميننا وهم اللي واقفين معانا وهم دايما اللي هيفضلوا في ظهرنا على طول. بقاء الدوام لله في وفاة جنودنا الأبطال والبواسل، ده أولا. ثانيا، زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي هو نادي الوطنية، النادي الأهلي دائما ما يدعم الاستقرار. شفنا الفوضى قبل كده كتير، شفنا الفوضى خلال السنوات السابقة، خلال سنوات سابقة شفنا فوضى، شفنا إيه اللي حصل لما كانت الدنيا فوضى، ودائما النادي الأهلي ما يساند الاستقرار في مصر، الاستقرار الاستقرار الاستقرار. وزي ما حضراتكم شايفين الدنيا ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا، النادي الأهلي دائما ما يساند الاستقرار في كل حاجة، كل الأمور، خصوصا لما حاجة تمس مصر. النادي الأهلي في كل حاجة تمس مصر هو دايما نادي الوطنية، النادي اللي دايما بتلاقيه موجود في مثل هذه المواقف. جمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي، كل الأجهزة الفنية وكل المسؤولين دائما ما بيساندوا الاستقرار. خلال الفترة اللي فاتت أنا قلت لحضراتكم شفنا فوضى في من 2011، شفنا حاجات كتيرة جدا حصلت لغاية دلوقتي، ولكن البلد ماشية في طريقها. النادي الأهلي دائما ما يساند البلد في كل أمور الاستقرار، وعايزين البلد تمشي، خلوا البلد تمشي يا جماعة، سيبوا البلد تمشي، لأن عندنا فترة صعبة جدا جدا جدا، وكل المسؤولين الحقيقة بتبذل أقصى جهدها، أقصى جهد علشان بلدنا الغالية العظيمة دائما تفضل غالية وكبيرة، وتفضل مصر دائما أم الدنيا. خليني بقى اروح لموضوع اخر وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما موضوعنا عن النادي الاهلي بتبقى حلوه كده، والناس بتحب تقعد تسمعها وتفكر فيها. النادي الاهلي دائما هو في مصر يعني هو نادي العالميه. دايما لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما لما بيفكر في كل الامور من كل النواحي وليس من ناحيه فقط. الاول دايما بيضع المصلحه العامه لبلده والمصلحة العامة للنادي الأهلي، وبعد كده بينطلق إلى كل الأمور. النادي الأهلي من امبارح كان هناك مؤتمر صناعة كرة القدم بأسبانيا، وكان بيتواجد فيه وفد من النادي الأهلي يضم المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة رسمية لمشاركة كبير أفريقيا في هذا المحفل الدولي. طب الناس بتسأل أكيد هو ليه النادي الأهلي موجود في مثل هذا المؤتمر العالمي؟ والإجابة هي إجابة بسيطة جدا جدا، لأن النادي الأهلي هو الكبير، ودايما لما بتيجي تدعو حد بتدعو الكبير علشان تقول له اتفضل اقعد معانا، عايزين نعرف منك أخبار أفريقيا إيه، عايزين تعملوا إيه خلال الفترة القادمة، عايزين تشوفوا الدنيا هتمشي إزاي خلال الفترة القادمة. في مؤتمر زي ما قلت لحضراتكم صناعة كرة القدم اللي كان مقام بأسبانيا. استقبل النادي الأهلي الحقيقة بتروجينيو، طبعا أحد أهم اللاعبين في العالم وفي أسبانيا ومدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد، وشرح آلية العمل في نادي ريال مدريد لوفد النادي الأهلي، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها تطوير ملعبه الحالي سانتياغو برنابيو. أيضا تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية ما بين النادي الأهلي ونادي الريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت ما بين الناديين الكبيرين عام 2001 وانتهت لصالح النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. اقترح بتروجينيو أن تقام هذه المباراة في مدريد، ورحب بوفد النادي الأهلي بهذا الاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لحضراتكم ودايما بتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع، أن النادي الأهلي هو نادي مؤسسات، ما ينفعش حد ياخد قرار لوحده كده، لازم
طالما وفد طالع، الوفد ده بياخد الرؤيه وبياخد الموضوع كله وبيرجع لمجلس الاداره يقول لهم والله عندنا 1 2 3، ايه رايكم نعمل كذا او كذا، ويتم اتخاذ قرار في مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله نشوف هذا الموضوع قريبا. بتروجينيو اصطحب بوفد الاهلي في جوله تفقديه بملعب ريال وملحقاته الجديده. طيب خلينا نطلع نشوف اول تقرير معانا، تقرير عن النادي الاهلي والعالميه، ونرجع نكمل حلقتنا. طيب هنرجع نتكلم برضو عن شيء مهم جدا، وانا دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم في مواضيع بلاقيها بتحصل بعد كده، وحضراتكم طبعا بتبقوا فاهمين وعارفين هذه المواضيع. اتكلمت مع حضراتكم قبل كده ان اثاره الفتن داخل النادي الاهلي، ناس كتيره جدا عايزه، او من لا يشجع النادي الاهلي عايز ايه، او مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ان هو يعمل فتنه داخل النادي الاهلي، وبالتالي دايما يقول لك ايه، اصل، وخصوصا الفتره دي، الفتره دي ابتدت تكتمل صفوف النادي الاهلي، ابتدى محمد محمود يرجع، ابتدى كريم نيدفيد يرجع، ابتدى وليد ازارو يرجع، طبعا اسماء كلها اسماء كبيره جدا جدا وبترعب اي منافس الحقيقه، وبالتالي الكل دلوقتي ابتدى يفكر ازاي يعمل فتنه في الناس اللي موجوده دي. نقعد بقى نقول ايه، اصل اللعيبه كبرت، اللعيبه صغيره، اصل اللعيبه مش عارف ايه، اللعيبه ما عندهاش خبره، كلام كتير بقى من هذا القبيل وبهذا الشكل الحقيقه. لكن في النهايه دايما يا جماعه خدوا بالكم، في الفتره اللي بتلاقوا النادي الاهلي دايما بتكتمل صفوفه، هيقول لك اصل في مشاكل في كذا، اصل فلان الفلاني عمل مشكله مع فلان الفلاني التاني، علشان يتخانقوا مع بعض، علشان يعملوا ايه؟ النادي الاهلي في الوقت اللي كانت كل الناس بتقول، او من لا يشجع النادي الاهلي كان بيقول ايه؟ كانوا دايما يقولوا ايه؟ اصل النادي الاهلي مش هياخد الدوري السنه اللي فاتت، فالنادي الاهلي خد الدوري. قال لك بعديها ايه طيب؟ ماتش السوبر بقى الزمالك هيكسب الاهلي. في ناس كتيره قالت كده من اللي بيشجعوا، ما بيشجعوش النادي الاهلي. ف ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي كسب نادي الزمالك وخد بطوله السوبر. فابتدت الناس تقول لك ايه؟ الله، هو ايه الفريق ده؟ هو الفريق ده هيفضل كده على طول؟ احنا يا جماعه النادي الاهلي ده جوه كل لعيب فيه جينات الفوز، عايز يكسب دايما، احنا مش عايزين نخسر ابدا ابدا، حتى لو مباراه وديه بالمناسبه، اي حاجه عايزين بنلعب اي مباراه عايزين نكسب اي مباراه. فالجينات دي جوانا، فاحنا عايزين نكسب على طول. انا في احد الاصدقاء اللي ما بيشجعش النادي الاهلي جه قال لي يعني يا اخي حرام عليكم بقى، يعني سيبوا الناس تاخد حاجه. سيبوا الناس تاخد حاجة. وبالتالي دايما هتلاقوا الفتن في التوقيت ده، التوقيت اللي بيكتمل فيه النادي الأهلي هو ده وقت الفتن اللي بتحصل من الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. فخدوا بال حضراتكم الكلام في اتجاه ان واحد مثلا زي احمد فتحي ده، واحد افضل لعيب لعب مباراة الزمالك ولعب مباراة المباريات اللي لعبها الحقيقه قدم فيها مستوى رائع جدا، قال لك اصل احمد فتحي مش عارف متخانق ايه وعامل ايه وكذا ايه وكذا ايه وكذا ايه. اي كلام، اي كلام بيتقال. خدوا بال حضراتكم احنا هنا لما بيحصل اي حاجه بنطلع نقول لحضراتكم، حتى لو بنلمح على هذا الكلام، ولكن الحقيقه دائما هي مبتغانه. الحقيقه ايه؟ الحقيقه اللي تفيد النادي الاهلي. بالمناسبه انا شغلي هنا موجود عشان ادافع عن النادي الاهلي اذا كان هناك حاجه من المفترض ان انا اتكلم فيها، مش عشان اعمل حاجه تانية. بنتكلم مع حضراتكم، بنحاول نوصل لحضراتكم الحقيقه على قد ما نقدر، ولكن الحقيقه اللي تفيد النادي الاهلي، اللي تفيد النادي الاهلي، اللي تفيد فريق النادي الاهلي. لانه في ناس بتستغل الحقيقه دي لما نطلع نتكلم فيها تستغلها بشكل مش كويس. هو ده اللي اقدر اقوله، انها تستغله او تستغل هذه الحقيقه بشكل مش كويس. عشان كده انا بقول لحضراتكم ايه، خدوا بالكم من الوقت ده. دايما النادي الاهلي كل ما يقترب ان هو يكتمل تلاقوا الفتن فتن 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 فتن، الناس عايزه تعمل اي حاجه علشان توقف النادي الاهلي، الناس عايزه تعمل اي حاجه علشان تخلي النادي الاهلي ما يكملش طريقه. طريقه اللي هو ايه؟ الفوز. على قد ما بنقدر لعيبه النادي الاهلي على قد ما بتقدر بتحاول ان هي تجتهد في كل حاجه علشان تكسب كل المباريات. لعبنا 3 مباريات مع مدير فني جديد في 3 بطولات. في بطولة افريقيا كسبنا الحمد لله بره ارضنا، البطولة السوبر المحلي كسبناها الحمد لله، بطولة الدوري برضو انت بتذيع دلوقتي بتذيع براحتك طبعا ماشي. الدوري بداية الدوري مباراة سموحة كسبنا 1-0. عندنا مباراة بكرة ان شاء الله، مباراة مهمة جدا، مباراة مهمة ليه؟
ما هو برضو الناس هتقعد تسأل هي مهمة ليه؟ مباراة بكرة مهمة عشان الراجل عايز زي ما قلت لحضراتكم وزي ما هو قال، مش أنا اللي قلت، هو اللي قال الحقيقة في المؤتمر الصحفي الأخير، لكن هو بيحب يشوف الناس كلها، لسه عايز يشوف الناس كلها. وبعدين هو بيقتنع بعينيه، بيقتنع بعينيه مش بيقتنع بالكلام، هو شايف إن إسلام كويس دلوقتي يبقى إسلام هو اللي هيلعب. هي دي طريقة الراجل، وهي دي الطريقة اللي ماشي بيها خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا، لغاية لما يبقى عنده فريق أو قوام رئيسي يقدر يشتغل بيه باللي شافه بعينيه، مش اللي حد قاله له. هو دي وجهة نظره كده، أو الراجل ماشي بالشكل ده، بيستفيد من كل الناس، بيحاول إن هو يطبق فكره من خلال المجموعة اللي موجودة. عشان كده أنا بقول لحضراتكم مهم جدا 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 إن الوقت ده تحديدا الفتن اللي بتثار على فريق النادي الأهلي، صدقوني خدوا بالكم، خدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال، لأنه كلام غير منطقي، غير منطقي. فالحقيقة كلام مهم جدا، حبيت بس أن أنا أتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم، وهتكلم أكتر مع نجومنا الكبار. عندي النهاردة ثلاثة من نجومنا الكبار هيكونوا معانا النهاردة: نجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، نجم الكبير الكابتن محمد حشيش، نجم الكبير الكابتن أحمد بلال. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفنا وهنتكلم بقى معاهم في كل ما يخص مباراة غدا، وأشياء كثيرة جدا جدا عندنا هنتكلم فيها. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل نجومنا الكبار. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي ونجومنا الكبار. النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، ازيك يا كابتن محمد؟ ازيك يا إسلام؟ حضرتك الحمد لله كله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. أيضا النجم الكبير كابتن أحمد بلال، ازيك يا بلال؟ الله يخليك، ازيك يا إسلام؟ كويس؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خليني أبدأ بالفتن اللي حصلت، أو الفتن اللي بتحصل في أو اللي الناس عايزة تعملها في النادي الأهلي خلال هذه الفترة. دايما يا كابتن حشيش لما بنشوف اكتمال صفوف النادي الأهلي، وان النادي الاهلي ماشي في طريقه وان الامور ماشيه بشكل جيد، تلاقي يقول لك ايه، اصل احنا انتوا عندكم لعيبه كبار في السن، يعني انتوا عندكم مش عارف ايه، انتوا عندكم ايه، انتوا عندكم ايه. ايه رايك في هذا الكلام؟ طبعا يعني جزء او نوع من الحرب اللي دايما المنافسين او المنافس التقليدي هو دايما اللي بيشنها على النادي الاهلي. احنا الحمد لله النادي الاهلي الفترة دي الحمد لله يعني نمسك الخشب، مفيش الإصابات ومفيش المستشفى اللي كنا بنقول عليها الموسم اللي فات. عندنا الحمد لله بعد التدعيمات اللي عملها مجلس الإدارة في كل مركز أكتر من 3-4 لعيبة، الحمد لله أكبر لعيبة في الفرقة هم أكتر مجهود في الفرقة. لو مسكنا أحمد فتحي، وليد سليمان، الناس الكبيرة كلها هي أكبر مجهود في الفرقة. مزبوط. أي فرقة في الدنيا محتاجة عنصر الخبرة وعنصر الشباب، وده مكتمل في النادي الأهلي. فده حرب طبيعية لازم المنافس يقول فيها. لما كنا السنة اللي فاتت بنقول يا جماعة النتائج، عشان إحنا عندنا 3/4 الفرقة 20 واحد مصابين، كانت الناس تقول لك لا انتوا بس عمالين تبرروا الخساره مثلا او عدم التوفيق ان اللعيبه مصابه. لا، هي دي فعلا كانت حقيقه. دلوقتي الحمد لله احنا بنطلع وبنتكلم وبنقول الحمد لله معانا جهاز قوي، الحمد لله معانا لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، سواء الكبار او الصغيرين. ان شاء الله باذن الله بادئين بدايه كويسه الموسم ده في 3 بطولات الحمد لله ماشيين فيها بخطى ثابته. نامل باذن الله الفتره الجايه يكون فيها احسن باذن الله. بلال، دايما لما كنت حتى انت بتلعب ومجموعه الجيل بتاعك لما كان بيلعب، كنت برضو بتقابله مثل هذه الفتن، ان كل من لا يشجع النادي الاهلي كان بيحاول ان هو يحبط من عزيمه الجمهور، يحبط من اللي بيحصل اللي احنا شايفينه خلال هذه الفتره. بص، ده امر طبيعي يا اسلام، بيحصل في كل العالم. يعني امر طبيعي لما ان الفرق الكبيره، الفرق اللي بتلعب على بطولات، الفرق اللي بتاخد بطولات، دايما عندها المنافسين بتوعها بيحاولوا يقللوا من قدر وحجم المكاسب، من قدر وحجم اللعيبه، من قدر وحجم البطولات اللي بتاخدها. ده وضع طبيعي في كل العالم، يعني مش بس في هنا عندنا في مصر. الامور هنا ممكن تكون زياده شويه، يعني او مفتوحه شويتين ثلاثه، ان في تقليل من حاجات كتيره جدا، من انجازات انت بتعملها، من بطولات انت بتاخدها، من تعاقدات انت بتتعاقد عليها، وده برضو وارد جدا. ولكن في النهايه انت المردود الايجابي او المردود العكسي بتاع الكلام ده للنادي الاهلي افضل من كده بكتير جدا، او مردود يوازي الكلام ده بكتير جدا، وبمراحل بيعدي بمراحل كتيره. الاهلي يمكن الحقيقه الفتره اللي فاتت تعاقدات جيده جدا جدا،
خد بالك ان السنه دي يا اسلام لو جيت تقارن، شوف السنه دي بدايه الموسم غير الموسم اللي فات غير وسط الموسم يا كابتن. صح. السنه دي التعاقدات قليله جدا، تقريبا اربع لعيبه في بدايه الموسم السنه دي. ليه؟ لان انت عملت اكتفاء ذاتي من التعاقدات في يناير اللي فات بالظبط، خلي بالك في يناير اللي فات وفي سته اللي قبليه. دايما لما بنيجي نتكلم بنقول ايه؟ بنقول ان اللي دايما التعاقدات بدات في النادي الاهلي بدايه من شهر يناير. صح، من يناير. مظبوط، من يناير. لان ده خلي بالك ليه برضه؟ ما احنا كنا بنلعب بطوله افريقيه قبلها وبطوله افريقيه قبلها وبطوله افريقيه قبلها، وبالتالي ما كانش من حقك ان انت تبدل. صح. او تغير او تعمل او عايز تغير من جلد الفريق شويه او تجيب لعيبه يتناسبوا مع المرحله القادمه، وبالتالي ما كانش ينفع ساعتها. صحيح. عشان كده بدانا من شهر يناير بدانا نغير. او في حاجه كمان يا اسلام برضو، انت ابتديت الفتره الاخرانيه بالتحديد تجيب احتياجك، يعني كل مركز بتجيب احتياجك فيه. ساعات كنا مثلا بتيجي بعض اللعيبه المميزه بس تلاقي مثلا ايه ثلاثه مهاجمين مثلا بلال، وعندك نقص مثلا في حته الديفندر او في حته المساك كنا غافلينها بقالنا فتره. دلوقتي انت عملت اكتر من تدعيم خلال الفتره اللي فاتت في النواقص اللي عندك، سواء في نص الملعب المدافع او في المساكين او حتى تدعيم للباك الشمال، لان انت كان عندك بس معلول، دلوقتي بقى عندك لعيب تاني وايمن اشرف. فهي الجزئيه دي اللي مخليه برضو الفرقه الحمد لله في الفتره الاخرانيه متكامله. بص، دايما الناس يا اسلام بتبص للقطه الاخيره. ايوه، وبتنسى ما قبل اللقطه الاخيره. يعني اللقطه الاخيره الكومبيرز بتتعمل ما بين الاهلي والزمالك، ان الزمالك في شهر 6 المقارنه، يعني ان الزمالك في شهر 6 جاب 6 7 لعيبه او 6 7 صفقات، تمام؟ هو ده، دي كانت اخر الصفقات، احنا جبنا 2 3 تمام. بس انت قبليها عملت صفقات في يناير مقنعه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ومقنعه جدا بالنسبه للناس، ولكن انت بتبص على اللقطه الاخيره، بدليل انت النهارده بص على المراكز اللي موجوده في النادي، كل المراكز يعني من اول حارس المرمى اللي بتتكلم لحد السنتر فورورد لعيب رقم 9 المنتج بتاعك، هتلاقي كل مركز من المراكز في 2 3 امكانيات كبيره جدا قابلين للمنافسه. صح. يعني انت ساعات في اوقات او في بعض الانديه او كتير من الانديه الحقيقه يعني بتلاقي لعيب امكانيات كبيره واللعيب التاني اقل منه بدرجتين ثلاثه، يعني واحد تديله 8 من 10 والتاني تديله 6 من 10. هنا في الاهلي انت في وقت من الاوقات لو انا كمدير فني ممكن احتار العب مين، يعني هدخل يعني العب المباراه اللي فاتت هتلعب بهاني ولا تلعب باحمد فتحي، مين فيهم اللي يقدر يلعب؟ الاثنين المستوى بتاعهم قريب جدا جدا من بعض، فبالتالي بتبقى عندك صعوبه في الاختيار، وده ميزه التعاقدات اللي انت صحيح. عملتها. صحيح. وميزه الكومبيتيشن اللي انت المنافسه اللي انت حطيتها ما بين اللعيبه وبعضها. في نص ملعب اصبح عندك النهارده لعيبه كبيره جدا ولعيبه امكانيات كبيره جدا. النهارده قفشه لما جبته صالح جمعه موجود في الملعب وليد سليمان، فعملت النهارده برده يا كابتن خلقت نوع من انواع المنافسه. طبعا. الكبيره، فده دليل انك التعاقدات اللي انت عملتها الفتره اللي فاتت من ابتداء من يعني من مش هقول بقى من 6 اللي فات لحد تتكلم في 6 النهارده في سيزون كامل يا اسلام، تعاقدات كلها جيده جدا لصالح النادي الاهلي. اللعيبه اللي انت تعاقدت معاها، اللعيبه اللي بتلعب في الملعب، اللعيبه اللي بتلعب بتيشيرت النادي الاهلي، كمان شخصيتها تليق بشخصيه النادي الاهلي، وهي دي هو ده التميز في التعاقد. انا ممكن اجيب لعيب سوبر ستار بس شخصيته لا تتناسب مع امكانيات مع شخصيه النادي، وبالتالي ممكن ما يلعبش عندك او ممكن ما يديش حاجه في الملعب وممكن ما يظهرش بالمستوى الكبير. لكن لما تتعاقد مع لعيب عنده شخصيه، الشخصيه دي متقاربه او متجانسه مع الشخصيه بتاعتك. تمام. اعتقد الكلام ده يفرق كتير جدا يا كابتن. انا عايز اكمل برضه على كلام بلال، ان زي ما كانت بعض الانديه بتعمل او المنافسين يجيب كم ده ممكن في الموسم تلاقي مثلا لاعب نصه في الفرقه وفي ناس ما لعبتش خالص بيضطر النادي السنه اللي بعدها يمشيه. ايوه، هي دي مش شطاره من منطلق ايه بقى؟ ان انا هاخد اللعيب ده عشان المنافس ما ياخدوش، مش عشان انا احتياجي فعلا اللعيب ده ولا لا. فطبعا النادي الاهلي الحمد لله الفتره الاخرانيه احنا حتى بنقعد يا بلال بنبقى مش عارفين نتوقع التشكيل بتاع النادي الاهلي دلوقتي. في وجود كمان مدرب عنده فكر كبير قوي، بيجرب بيشوف، يمكن في الثلاث مباريات يا اسلام لعب عدد كبير من اللعيبه، ولعب يعني الماتش الاولاني بدا بحد، تلاقي الماتش الثاني بتاع السوبر لعب ناس ثانيه، ماتش الدوري الناحيه اليمين دي فيها عفريت كمان بيني وبينك، تحس ان تحس اللعيبه عامله كده فتحي وبعد كده حسين الشحات وبعد كده جيرالدو، حتى على مستوى الباك محمد هاني، حتى على مستوى الباك يعني محمد هاني وبعدين احمد فتحي. والحمد لله لاول مره انت مش يعني مش قادر تقول ابدا باحمد فتحي ولا ابدا بهاني، ابدا بالمساك ده ولا كذا. نص ملعب ما شاء الله دلوقتي انت عندك كم من اللعيبه محترم، عندك الفرود
عندك جايه دلوقتي كمان حته راس الحرب عملها مفيش اروع من كده. بس انت عارف يا كابتن عندك برضو ميزه، يمكن خلينا نتكلم في حته الباك رايت دي، عندك ميزه كبيره جدا مش موجوده في حته ثانيه. يعني الاثنين اللي موجودين عندك يقدروا ينفذوا لك طريقتين مختلفتين يا اسلام، سواء كان احمد فتحي او محمد هاني الاثنين. يعني انت عندك واحد عنده القوه الدفاعيه عاليه جدا اجريسيف تمام 70% دفاع و30% هجوم، احمد فتحي بطبيعته يعني وبطبيعه امكانياته والقوه البدنيه الموجوده عنده، وعندك محمد هاني الطبيعه بتاعته هجوميه اكتر شويه صحيح. دفاعيه اقل شويه. فانت النهارده ممكن خلي بالك برضو الاثنين بيشتركوا في حاجه صح. اه طبعا ان هم عايزين ندي اسلام الشاطر برضو طبعا الاثنين اه الاثنين امكانيات كبيره الاثنين اه الاثنين بيلعبوا في سنتر باكس الاثنين وممكن يلعبوا في نص ملعب يلعبوا في نص الملعب والاثنين ممكن يلعبوا سنتر باكس الاثنين احمد فتحي ومحمد بالظبط. فعندك الاثنين برضو يعني زي ما هم مختلفين في حاجاتك مشتركين في حاجه ان هم انا بتكلم على القدرات يعني عارف يا اسلام اللي هي الايه. انا النهارده كمدير فني ما عنديش حيره النهارده، يعني انا النهارده عايز اهاجم قوي تمام وعايز كل بلعب مباراه محتاج اسجل فيها 3 4 اهداف. خلي بالك اصل احمد فتحي دلوقتي بسم الله ما شاء الله بيطلع وبيعمل كل حاجه لا هو الاثنين انت بتقارن بين اثنين كويسين قوي أوي. حلو فلازم فلازم بالظبط. فالموضوع صعب شويه كمدير فني، لكن في بعض الاوقات انت في تركيز صغيره كده بتبقى محتاجها في العيب. يعني مثلا مباراه السوبر احمد فتحي عايز تقفل كويس قوي بالظبط ومن افضل اللعيبه اللي كانت موجوده معاك وهجوميا كان سبب في الهدف الاولاني بالظبط. المباراه اللي بعديها بتلعب محمد هاني عايز تهاجم اكتر، عايز دايما تبقى محطوط قدام. يعني مثلا النهارده انت كمدير فني في بعض من الاوقات يعني مثلا اجاييه انت بتدور على واحد زي اجاييه في مباراه الزمالك عشان انت عايز تستحوذ كتير، عايز تقف على الكوره بشكل كويس. يعني ما دورتش على واحد زي صلاح محسن في مباراه ثانيه ممكن تحتاج صلاح محسن وما تحتاجش اجاييه هو ده التنوع اللي انا بتكلم فيه، هو ده التغير في وعلى فكرة هو الأداء. الكلام اللي انت بتقوله ده اعتقد ان ده الكونسبت بتاع المدرب على بيلعب على الفرقة التانية والكوتش الكويس اللي هو يعرف يلعب على الفرقة التانية سواء المفاتيح بتاعتها يقدر يمسكها كويس او في لعيب جديد برضه يا جماعة في لعيب جديد جالنا الاهلي هو اليومين دول جامد محترف جديد بس ده كبير شوية ايه سنه كبير شوية لا بس برضه كريم علي معلول طبعا هو جميل واضح ان هو ايه من المحترفين الجدد اللي هينضموا بس مش هنأيده دلوقتي بلال هنسيبه شويه وبعد مش هنأيده دلوقتي نشوفه ايه هيبقى عامل ازاي. طب نعمل له عقد بس يعني عشان ما يروحش هنا ولا هنا لا هناخده اعاره من ابوه ومش مواليد 97 بالمناسبه لان رمضان صبحي انت عارف ان رمضان صبحي مواليد 97 رمضان رمضان مواليد 97 وبقى له 5 سنين مواليد 97 برضه حاجه الواحد والله بسمع حاجات غريبه جدا لكن في النهايه تمام. طيب خلينا بقى نروح نتكلم برضو عن الدوري ولا هنتكلم عن كل حاجه ولكن النهارده برضو يا كابتن عندنا مجموعه جيده جدا من اللاعبين الحقيقه اللي تم استخدامهم في يناير السابق وواحد زي حمدي فتحي الحقيقه دوره بقى واضح جدا مع الفريق حتى لو ما بيلعبش كتير زي الاول ولكن دوره واضح جدا ككابتن لفريق النادي الاهلي. الامور دي بتبقى محتاجها انت في فريق كبير زي النادي الاهلي. حمدي فتحي من الاضافات الممتازه في فريق النادي الاهلي. انت جات لك فتره من الفترات كانت عندك مشكله اساسيه خسرتك كتير قوي الحته دي لان كنت اعتمادك الرئيسي على عاشور والسوليه. لا قدر الله لما كان حد فيهم بيتصاب وبتدخل على مباراه حساسه سواء في افريقيا مثلا بره او كده بتبقى محتاج لعيب تاني عندك مشكله فيه. فساعات كان بيغطي الموضوع ده هشام محمد في بعض الاحيان كان بالصعود والهبوط انما ما كانش أو عندك او احمد فتحي يخش او احمد فتحي الكلام اللي كنا من الباك رايت انما حمدي الحقيقه غطى الحته دي بشكل مميز واعتقد دلوقتي بقى من التشكيل ومن الركائز الاساسيه عنده وابتدى كمان يطور من أدائه بيكمل ساعات مع الفرقة بيصوب بيجيب أهداف بدماغه. يعني حمدي فعلا من التدعيمات أو من أهم أنا في رأيي من أهم التدعيمات اللي جت في نص الملعب لأن أنت كنت محتاج الحتة دي. كذلك برضو أنت كان المساكين كان عندك برضو مشكلة في المساكين دلوقتي بقى عندك أكتر من مساك عندك ربيعة عندك لما سعد سمير إن شاء الله داخل قريب عندك أيمن أشرف بيلعب برضو في مركزين عندك ياسر إبراهيم عندك محمود متولي يعني عندك دلوقتي وفرة من المساكين الأماكن اللي أنا قلت إنها كانت فاضية المراكز دي لما كان بيحصل فيها إصابة كنت الحقيقة بتحس بفراغ وبتحس بمشاكل كبيرة جدا
واهم مراكز اللي هو العمود الفقري بتاع الفرقه، الاثنين المساكين والديفندر اللي قدامهم. فكنت دايما بتحس بالمشاكل دي. اعتقد التدعيمات جبنا اللعيبه المناسبه في الاماكن المناسبه. تمام. بلال برضو من ناحيه حراسه المرمى الواحد الحمد لله لا مطمن، وجود محمد الشناوي، وجود شريف اكرامي، وجود علي لطفي، الثلاثي ده اعتقد ان هو مدي طمانينه في حراسه المرمى بشكل كبير جدا. يمكن زمان من فتره يعني كبيره كنا بنعاني من موضوع حراسه المرمى ده، اسلام لو تفتكر، يمكن حوالي 4 سنين تقريبا او 3 سنين كنا بنعاني من الحته دي. كمان يعني برضو حته ان انت برضو تتعاقد مع بعض يعني بعض الحراس المميزين ويبقى عندك وفره في المكان ده، دي حاجه تحسب الحياه لمجلس اداره النادي الاهلي. علي لطفي من الحراس المتميزين جدا، شفناه البطوله اللي مش اللي فاتت دي اللي قبلها على طول، لما خلاص انت ما الشناوي شريف مصاب. ممكن اللقطه دي يا بلال تبصوا عليها؟ اعتقد ده سعد سمير. سعد سمير. سعد سمير. سعد بيقول لفايلر ايه طيب فكرك؟ هو سعد بيتكلموا ازاي بالاشاره؟ هو سعد بيشاور كتير. هو سعد اصلا بيتكلم عربي بالعافيه يعني. ايوه. عشان كده بص تلاقي ايده شغاله بيشاور كتير. بس هو خد كورس في المانيا كويس على فكره. خد كورس في المانيا، الراجل بيتكلم فرنساوي على فكره. وبيتكلم انجليزي كويس. بص الاشارات، بص الاشارات كتير. هو الراجل فاهم كويس يعني، فاهم يعني. كره القدم هي يعني لغه عالميه الكل بيفهمها يعني. اتفضل يا بلال. فالحقيقه يمكن كان فتره كبيره ما بيلعبش علي لطفي. لعب المباراة بتاعت افريقيا كانت هناك، المباراة اللي اتغلبنا فيها 1-0 تقريبا في نهاية الشوط. غيرت الكرة اتجاهها. بالظبط، لما غيرت الكرة اتجاهها. قدم مباراة من أفضل المباريات أعتقد له هو شخصيا. أيوة مظبوط. يعني في مشوار حياته كلها بشكل عام. وكان بعيد. وكان بعيد جدا يا كابتن. ودي اللي يعني عشان كده بيؤكد كلامي إن هو بيقول لك إيه، إن اللعيبة اللي تعاقد معها النادي الأهلي هي دي اللعيبة فعلا اللي تمثل النادي الأهلي بشخصيتها. أنا بعيد. عندي شخصيه، عارف ان انا بلعب في نادي كبير جدا، عارف ان الفرصه متاحه بالنسبه لي هتيجي في اي وقت زي اي لعيب، مستعد في كل الاوقات اللي انا موجود فيها انا مستعد بشكل جيد. صح. وعشان كده لما جات الفرصه يا كابتن الناس كلها اشادت بيه، اشادت بامكانياته واشادت بقدراته. بس هي دي كره القدم، انت عندك 11 لعيب في الاول في الاخر هم دول اللي هيلعبوا اساسيين. وهي دي المشكله يا اسلام، احنا عندنا 30 لعيب كلهم تقريبا قريبين من بعض، كلهم على مستوى واحد، ولكن اللي بيلعب 11 لعيب في الاول وفي الاخر المدير الفني بيختار 11 واحد، بيختار الاجهز الاكثر خبره احتياجه من المباراه، ولكن الثلاثه الحقيقه مستواهم عالي جدا. يعني نتمنى ان شاء الله شريف يعود برضو. عايز اكمل على كلامك كويس يعني. شريف اكرامي لازم نبعت له تحيه، لان شريف من اللعيبه الكبيره في الفرقه وكابتن فرقه، جون منتخب مصر، اما تجيب عليه جون من بره يا اسلام والجون ده يبتدي يلعب وانا بقعد له على الدكه الفترات الطويله ما سمعناش اي مشكله حصلت من شريف اكرامي، بل بالعكس كابتن قال انه يعني سبب من اسباب تالق الشناوي وجود شريف ووجود علي لطفي. صح فعلا مستواهم اللي هو عارف كويس جدا ان هو في اي لحظه بالظبط، وده اللي كنا بنتكلم فيه، وده اللي حضراتكم دايما بتتكلموا فيه، ودليل على وده اللي حصل مع عصام ونادر السيد لو تفتكر. هو قال لك انا جبت نادر السيد عشان يحرك عصام، لانه كان جت فتره حس ان هو الاوحد. بالظبط. فالنادي الاهلي راح جايب له برضو جون على مستوى عالي وجون منتخب مصر، فعشان كده كويس. شريف اكرامي كمان الدليل على كده ان هو لما بيغيب فترات كبيره وينزل بيبقى على مستوى عالي جدا جدا، وما تقدرش بصراحه تفرقه عن الشناوي الاثنين واحد يعني. طيب بلال برضو على الجانب الاخر وليد ازارو، وليد ازارو وعوده وليد ازارو، هو موجود بكره في القايمه، هيشارك او مش هيشارك دي طبعا تخص الجهاز الفني، ولكن او لسه يعني هنقول لحضراتكم بكره ان شاء الله. لكن عوده وليد ازارو اعتقد ان هي قوه ضاربه في بعض الاوقات، كان هناك لوم شويه على وليد باضاعه الفرص وكل الكلام ده كله، ولكن لما جيت انا ابص حتى في الارقام بتاعت وليد يا بلال لقيت ان وليد ارقامه كويسه جدا جدا. يمكن هو ما عشان احنا خرجنا مثلا من بطوله او من صحيح. بطولتين وكان لكن في النهايه لما تيجي تبص على ارقام وليد ازارو بتجدها ارقام جيده جدا. بص وليد من اللعيبه اللي عندها امكانيات كبيره الحقيقه، تمام؟ بص وخلينا مقتنعين يا اسلام ما فيش لعيب في العالم مكتمل، ما فيش لعيب عنده 100% يعني. طبعا ما تقدرش تاخد من لعيب 100%. في لعيب تاخد منه مهاره 100%، ما تاخدش منه اهداف، في لعيب تاخد منه مجهود 100%، ما تاخدش منه مهاره. في لعيب تاخد منه مجهود عالي جدا 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 يا كابتن وما تلاقوش في الاخر ان هو يعني ممكن الفينش بتاعه يبقى قليل شويه. صحيح. فخلينا نتفق ان وليد من اللعيبه الحقيقه يعني اللي اي مدير فني
يتمنى وجوده، يحتاجه في الملعب، يحتاجه في الملعب. صح، لعيب بيعمل بريسنج في كل مكان في الملعب، لعيب بيتعب اي دفاع، بيتحرك تحركات جيده جدا جدا في ال 18 وبره ال 18، وبينزل وبيستلم، مرهق جدا لاي دفاع. صح، اللي يحس بقيمه اللعيب زي وليد ازارو، الاثنين اللي بيلعبوا تحتيه والبلاي ميكر، دول اللي يحسوا بقيمته والباكات، لان هم دول، خد بالك يا اسلام، اللي انا بتكلم ان هم دول اللي هيفتح لهم السكه والطريق لتسجيل الاهداف. هم دول اللعيبه اللي تحس بقيمه اللعيبه اللي بيعمل مجهود عالي جدا جدا. لكن احنا كمشجعين في او احنا متفرجين في الاخر، احنا عايزين الاسترايكر هو اللي يسجل الاهداف، ودي صحيح. ودي عاده وطبيعه كره القدم، خد بالك ان احنا دايما بنشوف ان المان تارجت اللي بيشتغل معاك هو ده المفترض يسجل اهداف، وغير مقبول انه يضيع اهداف. يعني انت ممكن تتقبل ان صالح جمعه يضيع، ان قفشه يضيع، ان رمضان صبحي في بعض الاوقات يضيع، لكن لا تتقبل ان وليد ازارو يضيع جول. تمام، لان هي يعني ده طبيعي، الركيزه الاساسيه ان هو يسجل اهداف. ولكن بالمجهود اللي بيبذله ده اسلام، وبالضغط اللي بيعمله، يعني انت، انا اتذكر هو الحل مباراه السوبر الاهلي والمصري، هو الحل، هو حل المشكله كلها، هو الحل المباراه، هو اللي جاب النتيجه بالضغط على حارس المرمى. يعني كره ميته تقريبا خالص. صحيح. يعني انت رايح لركلات جزاء بعد تقريبا اكسترا تايم تقريبا. طبعا هو بضغط. انتوا كمان بتقولوا اللعيبه اللي معاه اللي تحس بقيمته، اللعيبه كمان اللي بتلعب في مركز المساك يحس بقيمه وليد ازارو. أيوة. لان انا كمساك احب قوي اللعيب اللي يبقى ده يقف على الكوره ويستنى وما بيجيش في المساحات. وليد ازارو من 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 اللعيبه او رصاصات الحربه اللي هم دايما بيجري في المساحات، عنده سرعه عاليه جدا جدا. كمان بيعتبر خط دفاع اول بالنسبه للنادي الاهلي، ما يسيبش المدافعين يلعبوا براحتهم، بيلعب بدماغه كويس قوي. فهو الحقيقه عنده اكتر من ميزه تتعب اي مدافع. عشان كده زي ما بقول كمان، المدافع اللي بيلعب مدافع او مساك بيبقى عارف قيمه اللعيب اللي قدامه ده. طيب، وليد ازارو الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم ان هو بناء على الارقام، بناء على الارقام، لانه الارقام اللي جاي اللي انت في الاخر قبل لما بتيجي تبص بتبص على ايه؟ بتبص على الارقام رقميا. الارقام اللي بتيجي بناء على، مثلا احنا دايما بنقول ايه، ان خليني اكلمك في واحد برضه يكون محترف، زي واحد زي فلافيو مثلا. الناس تقول لك ان فلافيو من افضل وافضل المحترفين اللي جم مصر وكراس حربه وكده، لما تيجي تبص على ارقام وليد وارقام فلافيو تلاقيها قريبه جدا من بعض. طبعا. فبالتالي هو ده مهم جدا ان الناس مؤشر. تعرف طبعا. او مؤشر لان الناس صحيح. تعرف ان وليد ازارو بيبذل قصارى جهده الحقيقه في المباريات، ولكن التوفيق وعدم التوفيق وعدم والتدريب. خد بالك برضه يا اسلام، شوف النضج بيجي تدريجيا مع المباريات، بيجي كمان من الخبرات اللي انت بتكتسبها. انت النهارده، انا عندي لعيب النهارده عندي 20 سنه غير ما يكون عندي 30 سنه، عندي 30 سنه وانا عندي 20 المجهود كبير قوي قوي، الناتج ممكن تلاقيه قليل، وانا عندي 30 الناتج كبير المجهود قليل. صح. هي دي كره القدم. وانت لعبت، انت النهارده انت كنت تلعب سنتر باك وانت عندك 32 33 سنه. صح. تمام، يعني في مكان حساس جدا 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 في الملعب. تمام، بتلعب بالخبره، بيعرف يجري امتى ويقف امتى، وما يتعبش نفسه في حاجه كره ميته. صح. يعني الخبره دي بتشتغل وانت بتبتدي، بتبقى عايز تعمل مجهود كبير قوي. صحيح. وانت بتبتدي بتبقى عايز تشتغل بقى بعقلك وبالخبرات اللي انت اكتسبتها. صحيح. فالنهارده هو بياخد خبرات. تمام، محتاج تدريبات، محتاج شغل على الجول كتير جدا جدا جدا. احنا محتاج، ليه محتاج شغل على الجول؟ عشان الفرص اللي بيقدر يخلقها يقدر يستثمرها. برافو عليك، ادي كويس قوي الكلمه دي. انا بخلق فرص، انا كفرود بخلق فرص كتيره، لو استثمرت الفرص دي هبقى افضل واحد في العالم. مزبوط. في العالم كله. طب يعني النهارده هيجيب جوان كتير قوي. بالظبط، لان هو اللي بيخلق الفرص. يعني النهارده مثلا الكره، انا مش ما بلعبش ضربه حره مباشره او بلعب بنالتي بسجل منه اهداف، فبالتالي انا هي دي الامكانيات والقدرات اللي موجوده عندي. لا. صح. انا بالتحركات اللي انا بشتغل بيها، بالضغط اللي انا بعمله، تمام، بالمساعده بتاعت زمايلي في الملعب، بيتخلق لي الفرص. فبالتالي انا محتاج استغل الفرص اللي انا بخلقها دي. هو كده يمكن دي الكوره انا بتكلم عليها. بص يعني لعيب مكانه في الدقيقه يمكن 100 تقريبا، 100 تقريبا، مشكله كبيره جدا في ماتش صعب. لا يستنى. لا بص بص يا كابتن، في الحته دي انت كفارود الدقيقه 100، انت مش محتاج انك تضغط على الجول، انت خلاص الدقيقه 100 وقدامك ساعه وماتش يخلص. صح. انت هترجع ورا وتستنى حارس المرمى يعمل واحده طويله. ده بص طبيعي جدا يا اسلام انك تاخد الفكر ده وتروح وتضغط على حارس المرمى وتغلطه وتسجل هدف. دي برضه محتاجه واحد يعني عنده هو طبيعته عالية كده، طبيعته. ودي طبيعه وليد ازارو في كل المباريات، مش بس المباراه دي. يمكن نموذج من المباريات اللي اداها بشكل رائع جدا وليد ازارو. يمكن بص الضغط يا اسلام، خلاص هو رايح عنده تارجت معين، عايز يضغط، عايز يكسب. وهي دي خد بالك السبيريت اللي احنا بنتمتع بيها بتاعت النادي الاهلي. عشان كده ارجع برضه ثالث مره اقول انك انت وانت بتتعاقد مع اللعيب لازم تبقى انت فاهم كويس قوي ودارس كويس قوي يا كابتن شخصيه اللعيب. طبعا الانديه الكبيره بتبص على لعيب سنه كامله وهي قبل ما تتعاقد معاه.
تابعوا فتره كبيره، شوف امكانياته، شوف روح القتاليه، شوفوا على مستوى المباريات المتتاليه ورا بعضها. ممكن لعيب يبقى يعني اب اند داون في كل المباريات، ده ما ينفعكش طبعا. يعني انت محتاج اللعيب اللي عنده ستابيليتي، عنده يعني ثبات، عنده استقرار تمام في كل المباريات، وده بيتوفر في جدا. في معظم وده موجود في معظم اللعيبه. وانا يمكن ممكن يكون كلنا زعلنا شويه من وليد ازارو الفتره اللي فاتت لعدم تسجيل الاهداف، هو غياب التوفيق، المكسب هو غياب التوفيق، لكن كون انه بيوصل للمرمى يا كابتن ده دليل ان الراجل ده هيسجل اهداف فيما بعد يعني. طبعا تمام. غياب التوفيق الفتره اللي فاتت هو ده اللي يمكن كان بس يعني مسبب مشاكل، وصدفته عدم توفيق بقى من الفرقه. لان الموسم اللي قبليه كان هو هداف الدوري، خد بالك بالظبط كده، ونسبه يعني الموسم اللي قبليه ونسبه مشاركه كبيره جدا جدا. الموسم اللي قبليه هو هداف الدوري، هداف الدوري بالظبط في الموسم طبعًا. اللي قبله. وبرده هو الفتره اللي جايه برده هو محتاج فايلر يتعرف عليه اكتر، لانه خلي بالك كان مع المنتخب فتره وجود ريني فايلر ورجع مصاب، وبالتالي هو ما شافوش يمكن لغايه دلوقتي، فلما هو محتاج ان هو يشوفه الفتره اللي جايه. هو برضو انت عارف المنافسه هي دايما اللي بترفع المستوى. هو جه فتره من الفترات كان هو الاوحد، هنرجع تاني برضو للموضوع ده، وكان مروان عنده اصابه كبيره، صلاح محسن بعيد دلوقتي، لا هو مطالب ببذل المجهود واثبات زي ما انت بتقول، يوري مستوى بقى للمدرب الجديد، لان دلوقتي في اكتر من واحد يعني. مروان الحمد لله ماشي كويس، صلاح محسن ماشي كويس، جايه كمان بالسلامه ان شاء الله، جايه برده ماشي كويس في الحته دي. فهو عنده المنافسه صعبه السنه دي، لازم ان شاء الله باذن الله بايديه واسنانه كده يعني يكسر الدنيا ان شاء الله. شوية. طيب بما اننا بنتكلم عن وليد ازارو، خلينا نطلع نشوف تقرير عن وليد ازارو ونرجع نكمل مع حضرتك. طيب خلينا برضو نتكلم عن او نكمل كلامنا عن فريق النادي الاهلي النهارده. احنا عاملين حلقه اكتر منها نتكلم عن فريق النادي الاهلي، واخر نص ساعه ان شاء الله هنتكلم عن مباراه غدا ان شاء الله. لكن واحد زي علي معلول يا كابتن حشيش ودوره بلال، برضو عايز اسمع رايكم. برضو علي معلول واحد من افضل اللاعبين، لم يكن الافضل في مصر خلال الفتره الاخيره، بيؤدي بشكل جيد جدا، بسم الله ما شاء الله، هداف النادي الاهلي. محتاج ايه بقى خلال الفتره اللي جايه؟ محتاج انا في رايي المشوار لسه طويل قوي. علي طبيعه لعبه ان هو دايما في سرعات وانطلاقات وجناح طاير زي ما احنا بنقول. محتاج برضو ان هو لو جت اي فرصه ان هو يريح او يريحه، لازم المدرب يريحه. زي انا شايف لو هناخد حاجه كده بسيطه عن اللي موجودين بكره، علي معلول يغيب بكره عن تشكيله النادي الاهلي، فده برضو تفكير كويس. الحمد لله هو ما فيهوش اصابه ولا حاجه، بس اعتقد ان هو شايف ان مباراه بكره الحمد لله في مكسب خارجي ومتوسطه، وعشان كمان يدي فرصه لمحمود وحيد، لعيب كويس جدا جدا وعلى مستوى عالي جدا، وشفناه حتى لما لعب المباراه اللي اشترك فيها كان اكتر من ممتاز. فمحتاج برضو ان هو يبقى ينشط واحد زي محمود وحيد على اساس ان هو يبقى البديل الكفء لعلي معلول في حاله او يتفوق على علي، او يتفوق على بالزبط. علي على حسب الاثنين، يبقى عندك اثنين كمان. وخلي بالك برضو هنرجع للكلمه الاساسيه، المنافسه في المركز الواحد هي دي اللي بتعلي المستوى. فاعتقد ان محمود وحيد لا يقل عن علي معلول لو خد ولعب، وهيبقى عندك مكسب للنادي الاهلي او مكسب للتشكيله ان انت عندك اثنين. ما تنساش ان انت عندك واحد ثالث برضو اوريدي موجود في مركز المساك، هو ايمن اشرف برضو المركز الاساسي بتاعه بيلعب ناحيه الشمال. فانت كده اعتبر ان عندك ثلاثه في المركز غير حسين السيد، هو مش مقاعد افريقيا برضو، لكن انا بتكلم ان هو يجي برضو في الترتيب الرابع، لان هو بعيد عن افريقيا بس هتحتاجه في البطوله المحليه. وهو ده اعتقد تفكير مجلس اداره النادي الاهلي في التدعيمات خلال الفتره اللي فاتت، وتتناسب برضو مع تفكير المدير الفني ان هو عايز اكتر من لعيب جاهز قدامه. وبعدين الفروقات بتبقى في فروقات برضو شويه بلال، يعني مثلا علي معلول ممكن عنده حته السبرنتات وحته التكمله دي، ممكن محمود وحيد عنده الحته الدفاعيه اكتر، فدي هتتناسب مع مباريات ودي هتتناسب مع مباريات او فرق تانية. فهو ده الحقيقه المطلوب خلال الفتره اللي جايه دي، لان انت النادي الاهلي بيشترك في اكتر من بطوله، وطبعا بيسعى ان هو يحرز البطولات كلها، فمحتاج الجيش الكبير من اللعيبه وخصوصا في كل مركز اكتر من لاعب. انا النقطه دي عايز برضو اتكلم فيها لانها مهمه جدا يا بلال برضو، لانه علي معلول دايما كان يقول لك ايه،
انا شخصيا مش مقتنع بالكلام ده، ولكن كان يقول لك اصل علي ما بيدافعش كويس، وانا بقولها بمنتهى الصراحه، لكن الحقيقه يعني انا مقتنع ان علي في الماتشات الاقل يعني المتوسطه فيما اقل، انا لما كنت بلعب بكره كنت بعمل ايه في الماتشات المتوسطه فيما اقل؟ كنت ببقى يعني معلق قدام سنه يعني. بالظبط اي حاجه بتتعمل في ظهر بتبقى مطمن شويه، بتبقى ايه اي حاجه بتتعمل في ظهر الباك ساعتها بتبقى حاسس ان هو ما لا، بدليل ان احنا مثلا شفنا مباراه زي الزمالك بيلعب عليه اتنين من افضل لعيبه نادي الزمالك سواء حمدي نقاز او شيكابالا. ومن بعده برضو اشرف بن شرقي طبعا. وكذا 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 بدل عليه اكتر من واحد ولكن شفناه قافل الحته دي، تغطياته كويسه جدا، بيعرف يقف، بيلعب في منتخب تونس، فبالتالي انا برضو مش مقتنع قوي بموضوع ان احنا ممكن اكون معلق سنه انا كباك يعني، انت فاهم قصدي؟ اه طبعا. بص خليني اقول لك ان بعد مباراه الزمالك ده لازم يعني اثبت لنا يقين ده لعيب تكتيكي رائع جدا. بالظبط. بس مش لعيب مهاري فقط لغير يعني، انت لعيب تكتيكي عندك يا كابتن. صح. المدير الفني الجديد، وانا بحييه الحقيقه المباراه يعني الفتره الثلاث مباريات اللي فاتوا دول وخاصه مباراه الزمالك يعني. لانه قدر يكتشف او قدر يخلينا احنا نكتشف قدرات وامكانيات علي معلول في الحته الدفاعيه. انت النهارده احنا كنا بنتفرج على علي معلول دايما في كل المباريات من اللعيبه اللي بتحب دايما، او مش هي امكانياته كده، قدراته كده كمان، قدراته هجوميه يا اسلام يعني. صح. في لعيبه يعني ماسك، تتفرج على كافو البرازيل تلاقيه في ال 18 موجود على طول، هو لعيب باك رايت بس تلاقيه على طول في ال 18، الكرات العكسيه تتعمل وتلاقيه اول واحد موجود في ال 18 والعرضات اللي بيعملها ويسجل البرازيل وخدوا بيها كاس عالم، كانت الامور ماشيه تمام مع البرازيل يعني. النهارده علي معلول بيعمل الحته دي في النادي الاهلي يا اسلام، لعيب عنده مهارات عاليه جدا، بيعرف يسجل اهداف ودي حاجه يعني رائعه جدا جدا جدا، بيعرف يعمل اسيست كويس قوي، الكروسات بتاعته رائعه جدا جدا، كمان هايل. الحته الدفاعيه ما ميزت علي معلول في المباراه اللي فاتت مباراه الزمالك يعني، ملتزم دفاعيا، بيدافع كويس قوي، ما كانش فيه تقدم. اذا انت قدام لعيب عنده قدرات وامكانيات كبيره جدا، امكانيات دفاعيه وامكانيات هجوميه. اتفق معاك يا اسلام في انك في بعض المباريات انت محتاج تدافع، زي ما كنا بنتكلم من شويه على محمد هاني واحمد فتحي، انت في كتير، مش هقول في بعض المباريات، في كتير من المباريات انت دايما محتاج تهاجم، دايما محتاج تبقى في نص ملعب الخصم، مش محتاج واحد يبقى ركيزه دفاعيه بالنسبه لك. انت ما بتلعبش باربعه سنتر باكس، انت بتلعب باثنين سنتر باك واثنين باك رايت، وخاصه الفرق الكبيره اللي عندها قدرات وامكانيات وبتحب تلعب على الجول دي، دايما الاثنين الباكين يا كابتن، الباك رايت والباك ليفت، دول بيبقوا من الركائز الاساسيه الهجوميه بالنسبه صحيح. لهم صحيح، بيعتمدوا دايما على الكروسات بتاعتهم، بيعتمدوا على الانطلاقات بتاعتهم، لان هي دي كره القدم الحديثه، السرعه والمهاره والكروسات الدقيقه جدا. صحيح. النهارده اتفرج على الاثنين بتوع ليفربول يا اسلام، بيسجلوا اهداف. صح. بيعملوا يعني بيعملوا كروسات اساس كل مباراه، حاجه رائعه جدا. هو ده الباك ليفت العصري. صح. هو ده اللي احنا محتاجينه في كره القدم عشان تتطور. النهارده النادي الاهلي عنده لعيب قدام لعيب، او احنا قدام لعيب بقدرات متميزه، لعيب بامكانيات لعيب اوروبي سوبر بالنسبه لنا، انا شخصيا شايفه لعيب سوبر. هو مش محتاج فقط غير دايما تجديد الطموح ده، هو بس هذه الحاجه الوحيده اللي محتاجاه، تجديد الدوافع، عايز يجدد دايما دوافعه فقط لا غير. لكن انت بتتكلم في مستوى ثابت طول الموسم، يمكن الحقيقه الموسمين او الثلاث مواسم اللي لعبوا مع النادي الاهلي دايما المستوى ثابت قليل جدا، دايما بيتم اختياره من افضل ثلاث لعيبه. بالظبط يعني اخر السنه يعني اسلام، يعني انت قدام لعيب ما بتشوفوش قليل يعني، في لعيبه ماتشين ثلاثة وتلاقيه نزل، لا ده ممكن يعمل 8 9 ماتشات يا كابتن وتلاقيه وقع منك مباراة واحدة فقط لا غير. الحمد لله إصاباته قليلة جدا، وده معناه إن أنت بتتكلم على قدام لعيب محترف، عارف قيمة ومكانة اللعيب المحترف فعلا، لأن خد بالك أنت برضو عملية الإصابات دي بتبقى فيها التزام شويتين ثلاثة يعني، إلا ما قدر الله بقى خلاص. متميز الحقيقه في متميز حاجه رائعه جدا جدا. فقط هو انت بتتكلم في دوافع بس يا كابتن، هو دايما يجدد لنفس الدوافع، ودي مش محتاجه لا مدير فني ولا محتاجه جمهور ولا محتاجه، انت محتاجه بس ان انت تجدد لنفسك الدوافع، انك دايما عندك هدف عايز توصل له. خلاص انت عالي مع الاهلي النهارده، جدد نفسه يلعب كاس عالم للانديه، طموح مشروع بالنسبه للعيبه عنده امكانيات وقدرات كبيره جدا، ومن الجائز يكون الاهلي برضه بوابه كبيره بالنسبه له للاحتراف في اوروبا في افضل الانديه، زي ما حصل قبل كده مع لعيبه كتيره جدا واسماء كبيره كانت موجوده في النادي الاهلي وانتقلت للانديه كبيره في اوروبا، وارد جدا عامل من العوامل اللي مخليها ستيل موجود في النادي الاهلي. هو اكتسب بسرعه بصراحه شخصيه النادي الاهلي وحماس لعيبته وروح
الفانيلا بتاعته وقدر انه كل ماتش بتحس ان هو متربي جوه النادي، بتحس ان هو يعني بعض الاوقات هو اللي بيحفز اللعيبه وبيزعق مع اللعيبه وعايز يجتهد وعايز، وتلاقيه مثلا في الدقيقه يمكن خلاص في نهايه الماتش ورايح. هو علي معلول جاي منين يا كابتن؟ من اي نادي؟ من اي نادي يا اسلام؟ صفاقسي. من صفاقسي. صفاقسي فرقه بطوله. صحيح. يعني صفاقسي ترجي انا بقول لك دي فرقه بطوله برضه نجم الساحل، دي برضه فرقه بطوله، الفرقه في وقت من الاوقات صفاقسي كان بيلعب معاك فاينل وكان بيكسب بطوله افريقيا وكان بيكسب الكونفدراليه، يعني برضه فرقه بطوله، فانت جايب لعيب ينتمي برضه النادي بيلعب بطولات عنده شخصيه برضه يا كابتن. هي دي، ما هي دي قيمه انك ازاي بتشتري حقيقي، ازاي عينك بتشوف اللعيبه بالظبط. انا ممكن ادفع في لعيب كتير بس اكسب فيه اكتر بكتير جدا، وهي دي القيمة بتاعت الشراء يا اسلام، ان انا بشتري لعيب ادفع فيه كتير، بس وانا ببيع هبيع بكتير قوي وهيفيدني وهدخل عائد كبير جدا. يعني احنا برضو احنا توليد ازارو جبته برقم قليل يعني بالنسبة للعيبة اللي على الساحة يعني تمام. انت النهاردة عشان تبيعه هتبيعه باضعاف ارقامه وخدت بيه بطولات ووصلت بيه فاينل افريقيا مرتين. صحيح. فعايز اقول لك هي دي قيمة الشراء، وانت بتشتري لازم تشوف انت بتشتري مين. مظبوط. بتدور على مين اللعيب اللي ينفعك واللعيب اللي ما ينفعكش. صحيح. مين اللعيب اللي قدراته تتماشى مع امكانياتك مع قدراتك. في لعيب يا كابتن قدراته كبيره جدا بس ما ينفعكش. صحيح. ما ينفعش الشخصيه بتاعته ما تمشيش معاك، مش ستايلك ولا اسلوبك ولا طريقتك ولا شخصيتك. في لعيب ممكن يكون قليل شويه فنيا لكن السبيريت عنده عاليه جدا. صحيح. الشخصيه بتاعته بتاعته قويه جدا، تحسه ان لعيب بطولات. صح. ده ينفعك هو. صح. ده هي دي قيمه انك ازاي بتشتري. أيوة. ازاي بتقيم اللعيبه اللي موجوده عندك. عشان كده من يعني انا من شويه كنت بقول وانت بتشتري يعني اللعيبه او الفرق الاوروبيه الكبيره بتشتري تفضل حاطط لعيب يعني تبعت فترة كبيرة كده يا اسلام، تقعد تتفرج عليه تشوفه اصاباته امكانياته لعبه هو المستوى بتاعه في كل المباريات تدريجيا. ما تاخدش واحد فرقع في ماتش بس كده فبتجيبه، لا ده هو بيتابعه. ده كان زمان، ده كان زمان. صح. كان زمان واحد يجيب جول في الاهلي الاهلي يشتريه، جول في الزمالك. والله بلال في انديه، والله العظيم في انديه بتجيب لعيبه جابت جوان في الاهلي عشان جابت جوان في الاهلي. بس ما بهزرش. ايوه صح صح. يعني هو كل السي في بتاعه كده انه جاب جول في الاهلي. هو السي في بتاعه ان هو جاب جول في الاهلي، وبالتالي انا هجيبه. هو هي قيمه كبيره جدا يجيب جول في الاهلي. طبعا ده طبيعي. طبعا نجيبه. لكن مش ده قيمه اللعيب يعني نادر. انا فاهم. خلي بالك بالظبط ما بيحصلش كتير. فتلاقي الناس يعني. قاعده عموما بما اننا برضو بنتكلم عن احد النجوم، والنهارده كان جايب لنا كمان نجم محترف صغير برضو كريم ابنه علي النهارده. احنا عايزين، ما انا بقول لك عايزين يعني نمضيه، عايزين نمضيه من دلوقتي برضو، نقول للامير النهارده ان هو ايه امير توفيق، ان احنا عايزين نمضي كريم برضو نخليه يخلي العقد موجود. وبعدين الولد صغير يعني عاش حياته خلال الفتره اللي فاتت في القاهره فبقى نصه يعني خلاص مصري يعني بالظبط كده اهو. بص بيلعب بشمال ولا بيمينه تصدق؟ بيمينه. طبعا كريم علي معلول في كان مع والده النهارده في التمرين او امبارح في التمرين، وزي ما حضراتكم شايفين اجواء عائليه جميله جدا جدا دائما داخل تدريب للنادي الاهلي. طيب ليه طلبات؟ يعني ايه ليه طلبات؟ مش هو حازم بيقول لي اصله ليه طلبات؟ كريم ليه طلبات؟ فبقول له يعني ليه طلبات ازاي؟ قال له طيب يعني حققته. عايز شيبسي زياده بس عايز حاجه. عايز المهندس عادل القيعي. نجيب المهندس عادل القيعي ياخد معاه شويه عشان يقول له طلبات. بما اننا بنتكلم عن علي معلول خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن احد النجوم المتلألئه في النادي الاهلي علي معلول. مره اخرى اعزائي المشاهدين، كابتن حشيش الدوري بدايه الدوري شايفها ازاي؟ الدوري العام المصري طبعا طبعا الحقيقه بدايه الدوري بدايه كويسه بادئه ببعض الايجابيات، منها طبعا الاهداف اللي اتحققت خلال الاسبوع الاولاني والمباراتين بتوع الاسبوع الثاني اللي اتلعبوا امبارح. كل الماتشات نتائج ايجابيه. اهداف كتير، ده دليل على ان كل فرقه يعني عندها حته النزعه الهجوميه موجوده وان كل واحد طمعان في الفرقه اللي قدامه. لو جينا حللنا كده البدايات طبعا في فرق تمسكت بالمدربين بتوعها، يعني احنا بنتكلم على 18 فرقه فيهم 7 مدربين اجانب السنه دي وفي 8 محليين وفي 3 اللي هم الجداد خالص اللي هم طبعا اسوان ونادي مصر وطنطا. معظم المدربين المحليين موجودين مستمرين مع فرقهم السنه اللي فاتت، لما تشوف كابتن مختار مزبوط. انتاج الحربي موجود،
عماد النحاس المقاولين، ميدو برضو كان من السنة اللي فاتت في آخرها كده مع طبعا مصر المخصة، حسام حسن سموحة، علي ماهر إنبي مكمل مع إنبي، يعني أكتر كابتن طلعت يوسف نفس القصه. لا هو لعب ماتش وحيد بس مع الاتحاد في نهايه الموسم اللي فات، ولكن يعني لأن هو موجود في الدوري المصري بالتحديد مش غريب عن اسكندريه والاسكندريه. فدول الانديه انا في رايي يعني الانديه الجديده اللي هي طالعه من الممتاز به، يعني لسه بتتحسس الدوري ولسه طبعا بتحاول تجمع نقاط في البدايه معهم مدربين يمكن ما خدوش الدوري الممتاز قبل كده. لو شفنا عبد الناصر محمد مع نادي مصر، كمان في ايمن المزين طبعا طنطا، الفرقه الاخيره اللي هي مجدي عبد العاطي برضو اسوان، الثلاثه مدربين جداد هم كمان جداد على الدوري الممتاز. انما الانديه الثانيه اللي مستمره مع المدرب بتاعها من السنه اللي فاتت، ده اللي احنا عايزين بقى نشوف منهم تحسن في الاداء. يعني عماد النحاس عامل موسم السنه اللي فاتت كويس قوي، عايزين نشوفه السنه دي بقى يبتدي يتطور. كذلك برضو كابتن مختار كان الدور الاولاني لو نفتكر السنه اللي فاتت كان كويس، انما حصل هزه في الاخر في اخر دور الثاني. كمان المدربين العالم استفهام بالنسبه لي، كمان المدرب الاجنبي اللي هو من ضمن السبع مدربين الاجانب الموجودين في الدوري اللي هو المدرب اليوناني بتاع وادي دجله، ده المدرب الوحيد اللي كان موجود من السنه اللي فاتت. كل الانديه الثانيه اهلي يعني اهلي زمالك في وادي دجله طلع الجيش الاسماعيلي، الفرقه دي كلها جونه، الفرقه دي بتلعب مدربين اجانب جداد. انما المدرب الوحيد اللي موجود مع دجله السنه اللي فاتت، الفرقه استحملته السنه اللي فاتت كتير قوي في الاداء اللي هو او في الطريقه اللي هو عايز يلعب بيها، المفروض بقى انه يقدم الجديد السنه دي مع فرقته. شفناه في اول مباراتين، اول مباراه خسر من طنطا، وتاني مباراه امبارح برضه بيتعادل مع طلائع الجيش نفس الطريقه بتاعته. لازم يبقى فيه بقى يعني حرس الحدود، لازم يبقى فيه امبي اللي كان مع الطلائع، لازم يبقى فيه تجديد شويه. كان متقدم 2-0 خلي بالك حضرتك، كان متقدم وبعد ما هدي برضه كان ممكن يخسر اسلام، خد بالك ممكن يخسر. كان في واحده في نهايه المباراه للحرس 88 87، طبعا دي 87 في افراطيا بلال قوي في النقل والاستحواذ. انا بص عندي وجهه نظر في الحته دي. انا النهارده المدير الفني مش بس اللي قدم لي كوره حلوه، المدير الفني اللي قدم لي كوره حلوه يديني مكسب. بالظبط كده، يعني انا النهارده انا بعمل كوره كويسه، بس في النهايه فاينالي انا مهدد بالهبوط السنه اللي فاتت، مهدد في كل موسم. فبالتالي انا مش ناجح، ما تقوليش الامكانيات والقدرات وانا لسه ما خدتش على الفرق، لا الكلام ده مش موجود. لا خلاص ده هو كره القدم موسم كامل مع الفريق. المباراه اللي فاتت انت كسبت 2-0، واضح جدا ان انت راجل الخلفيه التنظيميه الدفاعيه مش موجوده عندك خالص على الاطلاق، ودي موجوده من السنه اللي فاتت. تمام، بتقدم كره هجوميه جميله، لكن كره القدم مش هجوم بس، طب كره القدم هجوم ودفاع، والا خلاص نبقى نلعب 10 قدام وما نلعبش. واللي بيدافع كويس بيبقى صح. يعني كره القدم انا ببقى كسبان 2-0 وابقى خطوطي في الدفاع مفتوحه بالشكل ده، لدرجه ان ثلاث هجمات مرتده بثلاث اهداف مرتده، يعني انا النهارده انا اللي متحكم في رتم الاداء. صحيح. انا اللي كسبان 2-0، انا المفترض ان انا خطوطي تبقى مقفول. صح. يعني انا لا في الخطوط بتاعتي، انا ما اسمحش للفريق الخصم انه يلعب على المرتدات، بالعكس انا اللي اتحول من حته الاستحواذ تمام لحته اللعب على الهجمات المرتده، ده وضع طبيعي. صحيح. لكن كون ان انا ابقى كسبان 2-0 وبلعب بنفس الطريقه والجيم مفتوح والفرقه اللي قدامي تبقى عندها فرصه. صح. للكاونتر اتاك، يبقى انا كده عندي خلل في الحته الدفاعيه. خلل. صحيح. عندي خلل في الفكر الدفاعي. ودي مش اول مره تحصل، خد بالك. صحيح. دي حصلت في المباراه اللي فاتت دي. وحصلت برده في مباراه طنطا في كورتين ثلاثه، يمكن طنطا ما هجمتش كتير ولكن راحوا بكورتين ثلاثه على الجول. صحيح. وكان في النهايه طنطا بيسجل هدف من ضربه حره مباشره. السنه اللي فاتت يا بلال، السنه اللي فاتت تلاقي الاستحواذ عنده يعني نسبته عاليه جدا جدا وطالع خسران. ما هو بص يا كابتن، ما هي الفكره كلها ان كره القدم هي لعبه لابد ان انت وانت بتمرن لازم يبقى عندك كل القواعد اللي موجوده. طبعا انا بدافع كويس، بستحوذ، عندي شكل هجومي كويس، عندي شكل جمالي في بعض الاوقات كويس، بقدم كره كويسه، مش بس انا بقدم كره كويسه وفي النهايه يبقى المردود. وبعدين هو عنده مشكله في حاجه كمان يا بلال، ما ينفعش انا بفرقه في مستوى وادي دجله ان انا العب بنفس الطريقه بتاعتي قدام اهلي، قدام زمالك، قدام اسوان، يعني
ما هو لكل فريق لازم طريقه معينه، ولازم برضه هي في الاول وفي الاخر هي قدرات. يعني هو في الاول وفي الاخر هي قدرات، ما ينفعش ابقى كده في كل مع كل. بص يا كابتن، مع كل الفرق بتلعب بنفس الستايل، وده شيء غلط. في كل الاوقات داخل المباراه بالظبط بلعب بنفس الستايل، ده شيء غلط. ايوه خد بالك يا اسلام، يعني النهارده ما ينفعش ابتدي العب دقيقه واحد بهاجم ودقيقه 90 بتيجي عليا وانا بلعب بنفس الطريقه، وانت يعني كسبان اثنين. في تغيير. يعني انا افتكر يا اسلام مباراه ليفربول ومانشستر سيتي السنه اللي فاتت، مانشستر سيتي طبيعه لعبه اتغيرت من الدقيقه 75، اصبح بيلعب بيدافع بتسع لعيبه وبيلعب على الكاونتر اتاك بس قدام ليفربول، وده غير من طريقته. مش عيب انك تغير من طريقته واستراتيجيه اللعب بتاعتك طول ما انا الامور تسمح بكده، طول ما انا المباراه رتمها يسمح بكده. صحيح. تمام، انا مغلوب صح او انا كسبان، اغير طريقه اللعب بتاعتي، العب بشكل مختلف، وده وضع طبيعي. خد بالك، ودي ذكاء للمدير الفني ان انا اخرج كسبان في النهايه. مش كل مباراه هتبقى سهله بالنسبه لك، في مباراه سهله، في مباراه صعبه، في وقت في المباراه سهل، وفي وقت في المباراه صعبه جدا، في وقت محتاج ان انا هاجم بثلاثه اربعه. صحيح. افتح خطوط اللعب. لو تفتكر يا اسلام مباراه اسكندريه، الاتحاد الاسكندري والاهلي، كنا بنلعب وائل جمعه راس حربه. تمام. في مباراه ثانيه محتاجه ان انت تدافع بشكل كويس قوي. تمام، لان النتيجه مش في صالحك. في مباراه تبقى فيها بالانس يا كابتن، زي مباراه الزمالك كده، بلعب انا بشكل متوازن جدا وبستغل الفرص طبعًا اللي بتجيلي، وهو ده ذكاء المدير الفني. لكن مش من الذكاء ان انا ابقى رتمي طول المباراه واحد. في بعض الاوقات بغض النظر عن النتيجه كمان هتفقد كمان صحيح المخزون البدني بالنسبه لك، هتفقد السيطره على المباراه. تمام، بعمليه الاستحواذ هيبقى عندك في خلل في الخطوط الدفاعيه، لان بطبيعه الحال طول ما انت كسبان الفرق اللي قدامك يعني بتستعد بشكل كبير ان هي تهاجم بلعيبه كتير، زي ما حصل في مباراه الحرس. الحرس الشوط الثاني فرقه مختلفه تماما. صحيح. بتلعب بشكل مختلف، بيهاجموا بثلاث اربع لعيبه، حط كل اللعيبه اللي عندها السرعات في الحته الاماميه، التغييرات كلها هجوميه، وانت لسه بتلعب زي ما انت بالطريقه الدفاعيه اللي بتلعب بيها. عشان كده حصل الخلل في الحته دي يا اسلام. تمام كابتن حشيش، الغزاره التهديفيه او كثره الاهداف اللي احنا شايفينها الاسبوع الاول واول ماتشين في الاسبوع الثاني، هل تعني تفوق المهاجمين ولا سوء حاله المدافعين؟ لا، هي انا في رايي بتدي انديكيشن عن ان كل فرقه جايه تلعب عايزه تكسب الثلاث نقاط، بتلعب بطريقه هجوميه حتى وان كانت قدراتها قليله، زي ما شفنا في المباراه بتاعت طنطا اللي كسبتها اول مباراه ليها. بتلعب بالطريقه الدفاعيه بس بتعتمد على الكونتر اتاك، وفي هجمه من الهجمات قدرت تحرز هدف، طبعا في كره ثابته قدرت تحرز هدف المكسب. كل فرقه عايزه تهاجم، لان هو ده السبيل في من بدايه الدوري. لو واحد فيهم او من الانديه اللي هي لو هنتكلم من الوسط للاخر بما فيهم الثلاث انديه اللي هم لسه طالعين من الدوري الممتاز، لازم يجمع نقاط في بدايه الدوري عشان يقدر يبعد عن شبح الهبوط في المرحله الثانيه او في الدور الثاني. اللي انا عايز اتكلم عليه بقى، يعني معلش، فرقه انبي. انا انبي علامه استفهام بالنسبه لي. يعني شافنا السنه اللي فاتت اداء سيء خالص طول الموسم، لدرجه انها كانت في الاخر برضو مهدده بالهبوط. السنه دي بدأ مباريات صعبه، اخر ماتش امبارح كسبانه 1-0، والفرقه الثانيه طلع الجيش يعني مطرود منها لاعب، عمرو جمال اتطرد في الحقيقه في المباراه، بيلعبوا ناقصين ومع ذلك قدروا يتفوقوا. مش ان الطلاع يجيب جون بس يا بلال، يعني جون وفي جون ما اتحسبش، وكانوا ماسكين المباراه كمان. تالان داي لما نزل بالظبط، يعني كانوا ماسكين المباراه واخطر وهم اقل من انبي. هل انبي بيدفع ثمن التفريط؟ اقل عددا يعني. اقل عدد يعني هل انبي بيدفع ضريبه ان هو فرط في ناشئين كتير من عنده ولاعيبه كتير من عنده وصلت للمرحله دي؟ هل طموح مجلس الاداره بتاع انبي كانت فتره من الفترات من اول حياة ما طلعت للدوري الممتاز وهي فرقه بتنافس على بطوله الدوري وعلى الكاس ومن الفرق الكبيره ولعبت افريقيا، فهل هم طموحهم ان هم يبقى متواجدين بس ولا هينافسوا؟ يعني دي علامه استفهام بالنسبه لي، لان انا انبي طبعا من احسن قطاعات الناشئين اللي موجوده في مصر بعد النادي الاهلي وبعد المقاولين العرب. عندها كم كبير من الناشئين المحترمين، امكانيات نادي كويس، مجلس اداره على مستوى عالي، بس الحقيقه الاداء لا يتناسب مع الكلام اللي انا قلته ده. تمام. ليه راي في النقطه دي يا اسلام؟ يعني بعد اذنك،
بص، المدير الفني يتحمل جزء كبير جدا من اللي بيحصل في الوقت الحالي. طالما انت قابلت المهمه، يعني علي ماهر السنه اللي فاتت، علي ماهر مدرب كبير طبعا، يعني قابلت المهمه السنه اللي فاتت واشتغلت وابتديت مع الموسم مع الفرقه السنه دي، فبالتالي عندك كل يعني كل الاولويات يا اسلام انك تشتغل بشكل كويس. انا النهارده كنت شغال مع الفرقه السنه اللي فاتت وكملت معاهم، ابتديت فتره اعداد وجبت لعيبه واخترت لعيبه انت اخترتها او لعيبه انت كمان مشيتها ما كنتش محتاجها، قعدت مع اداره النادي حطيت الاستراتيجي بتاعتك عشان تشتغل عليها طول السنه. لو اخفقت يبقى الموضوع من عندك انت، يعني انا مش ما بلومش علي ماهر يعني تمام، لكن انا بقول بدي الحاجات الواضحه الطبيعيه. انا اتحاسب امتى؟ ما تحاسبش يا كابتن لما تجيبني في نص الموسم ما عنديش لعيبه، ما عنديش امكانيات، ما تعاقدتش، مش عارف اللعيبه ولا لياقتها البدنيه، ما درستش اللعيبه بشكل كويس قوي، لعيبه اتفرضت عليا، لعيبه مشت انا كنت عايزها موجوده. في الحالات اللي زي دي احنا ما بنلومش المدير الفني شويه، بيبقى عندك بس عامل التوفيق. النهارده طالما اتوفرت كل الاسباب الصحيه او الامكانيات الجيده بالنسبه لي كمدير فني، الا وهي فتره اعداد، لعيبه بتختارها، لعيبه بتمشيها، بتحط بلان طويله لموسم كامل بالنسبه لك وبتشتغل، ممكن يعني ما يبقاش في ما تبقاش موفق في مباراه او اتنين ممكن تمام، لكن اداء طب ارد انك ارد بالنيابه عن علي ممكن 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 يعني تعرف الانديه. انا ما شفتش الماتش على فكره، بس انا بكلمك في العام يا كشكل عام، انا بتكلم في العام. ممكن انا اقول مثلا ان انت عارف الانديه دي يا بلال مش انديه جماهيريه، انديه المؤسسات يا كابتن مفيش، فممكن يبقى معنا بس هقول لحضرتك حافز، هقول لحضرتك حاجه بس مفيش نادي جماهيري بقى لنا 3 4 5 سنين صحيح، كل الانديه زي بعض. ما انا ما كملتش الحته دي، انا ما كملتش الحته دي اللي هقولها لك. الانديه الجماهيريه عليها ستريس اكبر، عليها ضغط تمام. اكبر بكتير جدا، لان انت دايما يعني انت بتستفيد من الجماهير امتى؟ في الملعب صحيح، صح كده؟ يعني القدر الاستفاده الكبيره جدا تستفادها في الملعب. طب انت لعيب مش موجوده، مش الجماهير مش موجوده معاك في الملعب طب. فبالتالي بتبقى عيب. طب هقول لك على حاجه ثانيه، انا اعتقد ان الانديه اللي زي انبي والمؤسسات بيبقى اللعيبه زي عشان ما فيش جمهور يعني يبقى ضاغط عليهم، وعنده ممكن يبقى الحافز المادي هو اللي ممكن يحرك شويه اسلام. ممكن تكون اللائحه مثلا، اصل ما انت لازم تحفز اللعيبه بحاجه، فممكن هل دي، انا بتكلم طبعا مش دفاع عن علي ماهر، بس انا بقول يمكن مثلا الحته دي غايبه شويه اللي هو نتيجه لعدم اهتمام مثلا الاداره في الجزئيه دي، جايز مثلا. بص يا كابتن انا مش بلوم، انا قلت لك انا مش بلوم لان ما شفتش الماتش تمام، لكن انا بقول لك يعني عموما دي بطبيعه الحال. علي ماهر مدرب كويس يعني الحقيقه، يمكن مع الاسيوطي ادى مباراه يعني موسم رائع جدا جدا جدا، وتفوق تفوق غير طبيعي تمام. فلازم برضو حته يعني تجديد برضو الطموح، تجديد الرغبه أيوة. لازم هو كمان كمدير فني يوجدها، دي مهمه المدير الفني صح. لازم اوجد، لو انا انت حضرتك بتتكلم كلام مظبوط 100% ان ممكن ما يكونش اللعيبه نفسها عندها الرغبه وعندها الطموح وعندها الدوافع بالزبط. لكن انا دوري يا اسلام برضو دور المدير الفني، المدير الفني ما بيدربش، وانا بحط تاكتيك بشتغل عليه صح. ولكن في اوقات كتيره جدا مطلوب حته الدوافع دي، هو اللي يخلق الدوافع للعيب، يعني مش بس الجمهور هو اللي بيخلق دوافع. الجمهور مهم جدا ومطلوب بشكل كبير ومساعد رقم واحد للانديه الجماهيريه تمام، وعبء على الانديه الجماهيريه ان الجمهور ما بقاش موجود في الملعب صحيح. ولكن النهارده يا كابتن انا كمدير فني الدوري غير ان انا هيد كوتش اخلق ان انا اخلق دوافع للعيبه اللي موجوده عندي معاك، ان انا اعللهم الحافز معاك. النهارده انا بشتغل وبشتغل تدريبات كتيره جدا وبشتغل تاكتكس، لازم اللعيبه تنفذ صح تمام، خاصه انا اللي جايب اللعيبه دي، انا اتمنى له التوفيق. ممكن ما يكونش موفق يعني صحيح. وده شيء وارد في كره القدم، خد بالك انك بيجي لك فتره ما تبقاش موفق فيها وبعد كده توفق، وارد جدا جدا يعني. صحيح. لكن انا اتمنى له التوفيق، انا مدرب يعني علي ابن النادي الاهلي طبعا، ومدرب كبير واشتغل في النادي الاهلي، اتمنى له الفتره اللي جايه التوفيق باذن الله يعني ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حشيش ممكن نشوف تغييرات اجهزه فنيه بدري؟ والله من التجربه بتاعت السنه اللي فاتت احنا شفنا كم تغييرات غير عاديه، فدي بقت سمه في الدوري المصري وسمع عند مجالس الادارات، انها يعني معظمهم يعني الحقيقه ما بيصبروش اكتر من ماتشين ثلاثه اربعه على المدرب، وبنشوف المدرب. فانا اعتقد ان ممكن وارد ودي هتبتدي تبان اعتقد من الاسبوع بقى الثالث والرابع على حسب نتائج الفرق. اللي فات كان 22 مش فاكر 23 كتير قوي، مش معقوله حاجه يعني في مدرب واحد مسك اكتر من فرقه في موسم، ثلاثة أو اثنين يعني فوارد وارد الموضوع. كانوا بيقولوا هيعملوا قانون أو لائحة، مفيش حاجة اسمها، أصل مفيش حد يقدر يجبر جمعية. في المغرب عاملين كده، الاتحاد عامل كده، إنك ممنوع تدرب ناديين ودي لا ناديين في موسم واحد في موسم واحد والله؟ ممنوع
تدرب نديم في موسم عشان تدي فرصه يعني لبقيه المدربين. على فكره دي مهمه جدا. ليه؟ لان في بعض المدربين بصراحه بيجوا يشتكوا يقول لي يا كابتن يعني هو قاصره على خمس ست مدربين بيلفوا على انديه. انت عارف يا كابتن انا نفسي في حاجتين مهمين جدا يحصلوا في الدوري. رقم واحد تقليل عدد الاجانب في مصر، يعني اتمنى كده عشان تدي فرصه للعيبه اللي موجوده عندك. اللعيبه ولا المدربين؟ اللعيبه تمام. اللعيبه انت في الاول وفي الاخر انت بتشتغل على منتخب مصر. تمام. فرقم واحد تقليل عدد اللعيبه في مصر. رقم اثنين زي ما حضرتك يعني اتكلمت من شويه، احنا برضو عندنا انت عارف اللي خلق ازمه الفراوده يا اسلام، ان انت كل شويه عمال تجيب فرد واثنين وتجرب واحد واثنين وثلاثه واربعه، يعني كتير قوي، يعني كتير انك ما تديش فرصه للعيبه اللي موجوده عندك كتير قوي. ان انا ما يبقاش عندي فراوده، ما دي برضو من كتر الاجانب، يعني الاجانب اللي بيجوا مصر كلهم في معظم الانديه كلهم فراوده. صحيح، كلهم رصاص حرب. ما هو بالظبط، هو فاهم صح. فكون تكمله لكلامك، طبعا لو هنرجع بالزمن شويه نشوف القرار اللي اتاخد بالنسبه لحراسه المرمى، واتى بالنتائج بتاعته المثمره ان ظهر اكتر من حارس مرمى مميز في الدوري المصري، على عكس الاول كان فيه مسموح بان في حراس مرمى اجانب، دلوقتي اتمنعت، بقى في اكتر من حارس مرمى كويس. دليل لما تيجي تشكل المنتخب بتقول طب اخد فلان ولا فلان ولا فلان، بيبقى فيه اكتر من خمس ست يعني الحقيقه حراس مرمى يعني مميزين. يعني مين اكتر لاعب لفت نظرك يا بلال في الجوله الاولى مثلا؟ لو في لعيب محترف او اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد. الجوله الاولى يعني لعيب من الاهلي يعني، ولا لعيب من بشكل عام عموما الفرقه بشكل عام؟ يعني ادى كويس الحقيقه، ما انا شفته ادى كويس مباراه جيده. عمر جابر ادى مباراه من بيراميدز، عمل مباراه كويسه قوي. صحيح. يعني عجبني صحيح. بصراحه في الجوله الاولى سجل هدف وصنع هدف ثاني، وكان له دور كبير جدا في مكسب بيراميدز بالنتيجه الكبيره اللي شفناها على ام بي دي، وكانت نتيجه طبعا يعني مذهله بالنسبه لنا كلنا. لعيب متميز في الاهلي الحقيقه يمكن حمدي فتحي. انا من اللعيبه اللي بحس دايما ان في نضوج، بحسه دايما ان كل مباراه يعني بيزيد عن المباراه اللي قبليها. المباراه اللي فاتت مباراه رائعه جدا يا اسلام، حد يعني لعيب يعني عارف يعني ده كمان سنتين ثلاثه هيبقى من افضل اللعيبه اللي جت مصر، حافظ على المستوى ده طبعا اكيد، هيبقى من افضل اللعيبه اللي جت مصر في المركز ده كمان. صحيح. عنده كل القدرات، القدرات الهجوميه موجود دايما في ال 18 في الكرات العرضيه، بيلعب بنوع كويس قوي، وسجل الموسم اللي فات 3 اهداف تقريبا، هدفين. بيشوط كويس قوي، سجل هدف برضه يمكن في الفرقه الافريقيه هنا، كان تسديده رائعه. صحيح. جدا يا كابتن. لعيب بتحتاجه في الحته الدفاعيه بشكل كبير، بيريح الاربعه اللي موجودين قدامه بما فيهم اللعيب اللي بيلعب جنبه، سواء اذا كان السوليه او اي لعيب تاني بيلعب جنبه، السوليه مجدي قفشه والثلاثه اللي موجودين قدام. صح. بيريحهم قوي. في لعيبه كده يعني وجودها في الملعب بيريح اللعيبه اللي جنبها. مزبوط. يعني في لعيب انت بتحتاجه يا اسلام يهاجم، وفي لعيب بتحتاجه ان هو يعني يدافع شويه. احنا في الملعب زمان مثلا كنا لما نلعب اتنين فراوده بتميل على اللي بيلعب جنبك تقول طب انزل انت دافع شويه عشان اخد نفس شويه. فاهم قصدي؟ صح. ده ممكن تحتاجه في الحته دي، انه دايما بيريح اللعيب اللي جنبه. حتى يعني انا دايما بعتب على السوليه في حاجه صغيره قوي صغيره قوي، يعني ان انا في كتير من الاوقات لازم استغل وجود حمدي فتحي في الملعب. صح. لازم استغله، انا استغله في الحته الهجوميه بالنسبه لي انا شخصيا. السوليه بيأدي دور دفاعي جيد جدا، وفي مباراه الزمالك على فكره ادى مباراه رائعه جدا كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في الملعب. الاثنين الديفندرين بيبقى يعني مش متشاف قوي دورهم. انا معاش ليه؟ طبعا زي عاشور معايا، زي عاشور طول عاشور من يعني كان كم المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي كان له دور كبير جدا في مكسب النادي الاهلي، بس فعلا ما كانش باين. كنا بنقول دايما الجندي المجهول في فرقه النادي الاهلي اللي هو بيقوم بـ 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 يعني بتكسير الهجمات اللي على النادي الاهلي ماتشات كتيره جدا بس للاسف اللي بيبقى دايما ظاهر اللي بيشوط شوطه كويسه اللي بيجيب جون اللي يعني هذه سنه الكوره، يعني هذه سنه كره القدم. طيب مين المدرب اللي لفت نظرك يا كابتن حشيش؟ انا عايز اقول برضو بالنسبه لل فعلا لعيب متفق مع بلال في عمر جابر، طبعا التوظيف الجديد اللي هو المدرب حطه فيه ده مديله حريه حركه كتير جدا في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، كذلك برضو حمدي فتحي. ازيد على كده حسين شحات، انا شايف انه الموسم ده ابتدى يعني اداؤه يعلى، الضغط قل شويه والضغط قل عنه فابتدى يعلى شويه. يعني
المدربين لسه ما تقدرش برضو تحكم على الاسبوع الاولاني صحيح. برضو بشكل يعني لسه بدري يعني لان لسه لان ممكن تكون فرق ممكن يمشي بعد بكره بالظبط والفرق ما يعني انت المدرب لازم تشوفه في اكتر من صح. موقف يعني مع فرقه كبيره مع فرقه وسط يكون كسبان يغير يكون خسران يغير النتيجه كده يعني طيب خلينا بقى نروح نتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي كانو سبورت هذه المباراة التي سوف تبدأ غدا في تمام الساعة 8 إن شاء الله هكون مع حضراتكم هنا من خلال ملعب الأهلي في تمام الساعة 6 ساعتين ما قبل مباراة نادي الأهلي ونادي كانو سبورت بكرة إن شاء الله وساعتين بعد المباراة كل الكواليس اللي حضراتكم دايما متعودين تشوفوها من خلال قناة النادي الأهلي حاجات مش هتشوفوها غير داخل قناة النادي الأهلي هنطلع نشوف تقرير عن أهم استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة نرجع بقى نتكلم عن المباراة غدا إن شاء الله في تمام الساعة 8 في استاد الجيش ببرج العرب ستكون مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي مباراة العودة في دور الـ 32 بعدما فاز النادي الأهلي في مباراة الذهاب في غينيا الاستوائية مع كانو سبورت بهدفين مقابل لا شيء خلينا نعرف أهم أو وجهة نظر كابتننا الكبار اللي موجودين معانا النهاردة كابتن محمد حشيش وكابتن أحمد بلال في مباراة غدا إن شاء الله كابتن حشيش مباراة من الواضح إن هي أو بتبان للناس إن هي مباراة سهلة ما فيهاش أي مشكلة كذا إزاي أتعامل المدير الفني واللاعبين مع مثل هذه المباريات؟ مباراة مهمة للنادي الأهلي تكملة لمشواره الإفريقي صحيح المكسب هناك على أرض في كانو كان 2-0 ومكسب كويس انما احنا كره يعني فيها مفاجآت وفيها حاجات كتير لازم كل مباراه تتاخد بجديه خصوصا ان المباراه على ارضنا وتكمله للاداء الجيد اللي عامله اللعيبه خلال المباريات السابقه مع الجهاز الجديد هي فرصه طبعا للمدير الفني ان هو يلاعب طبعا الناس اللي هي ما شافهاش قبل كده او عايز يدي فرص وعايز يريح ناس معينة يحط إيده على برضو بعض العناصر أو المجاميع اللي تركب مع بعضها ممكن يبقى عندك بلال مثلا اتنين لعيبة كويسين قوي بس الكيمياء مع بعضها مش ماشية أعتقد أن المدرب دخل في مرحلة أن هو يقدر يعني يعرف أو يركب مين مع مين مين الحتة الشمال ممكن مين اللي حطه مع الباك رايت في الناحيه اليمين ممكن الديفندرات ممكن قدامهم الحته الهجوميه مين اللي فيه اكثر انسجام انا بتمنى ان هو يلاعب الناس اللي ما لعبتش قبل كده او اللي خدت فرص قليله اتمنى انه يبدا بوليد سليمان محتاج وليد ياخد ماتش من اوله دخله في المستوى اللي احنا عارفينه عن وليد بكره انا شايف ان علي معلول مش موجود فاعتقد انه هيبدا بمحمود وحيد ودي فرصه كويسه ان محمود وحيد برضو من اللعيبه برضو اللي خد فرص قليله انها تبدا ويحط برضو عينه عليه ويشوفه اعتقد برضو انا شايف ان وليد ازارو موجود في التشكيل هل هيبدا بيه هل هيديله جزء من المباراه هل هيبدا بصلاح محسن برضو يدي لصلاح محسن يعني فرصه بكره او نزل في الماتش اللي هناك الشوط الثاني وكان موفق واحرز هدف ممكن يبدا بيه هنشوف التركيبه اللي هيركبها ممكن يبدا مثلا بشريف اكرامي برضو يدخل شريف في مباراه زي دي ويرجع برضو لمستواه او علي لطفي يعني بكره هنشوف برضو تفكير احنا كل مباراه بلال بنحاول نتعرف على تفكير الراجل وقراءته للمباريات ان شاء الله باذن الله يكون اداء كويس ونتيجه كويسه تعدينا للدور ان شاء الله اللي بعده بلال يبدا بوليد ازارو ولا لا من وجهه نظر وليد ازارو لو جاهز يعني لو مكتمل الشفاء يبدا بيه ما فيش مشكله يعني وان كنت بشوف ان يعني من وجهه نظر يعني برضو ان البدايه ممكن تكون بصلاح محسن يعني صلاح موجود بقاله فتره شارك المباراه اللي فاتت ممكن وليد يبقى الفرود الثاني او ينزل مثلا الشوط الثاني انت برضو عندك في بعض الحسابات اسلام انت في لعيبه بتبقى موجوده معاك دايما تبقى ليها الاولويه شويه خاصه في المباريات اللي زي كده انت مباراه زي كده انت مش عامل حساباتك ان انت مثلا محتاجها انك تكسب او المباراه تقيله بالنسبه لك او المباراه صعبه فبالتالي في حسابات صغيره كده بتفرق شويه مع اللعيبه يعني وبتفرق كمان مع المدير الفني انا صلاح بقاله 3-4 مباريات موجود مع الفرقه
فبالتالي لما هبتدي اغير احط اللي موجود مع الفرقه وبعدين الاعب بعد كده اللعيب التاني اللي موجود. نفسيا بتفرق كتير جدا معايا، ما بتخرجش اللعيبه من التركيز، ما بتخليش اللعيب يفقد الثقه في المدرب، ما بتخليش اللعيب يفقد الامل في انه يكون موجود داخل الفرقه، ودي حاجه بتبقى مهمه جدا يا اسلام. يعني الماتشات اللي زي كده دي بتبقى انت مهمه بالنسبه لك في ثلاث حاجات مهمه. يعني اولا انت بتروح بعد اللعيبه خلاص، ثاني حاجه بتكتشف بعض اللعيبه اللي انت ما حطيتش عينك عليهم، ما اديتهمش فرصه، ما كانش في وقت ان هم ياخدوا فرصه، زي مثلا اليو ديانج ده ممكن يكون له فرصه، اعتقد ممكن يكون له فرصه بكره. الناس كلها مترقبه ده بالتحديد انها عايزه تشوفه بقى. هو كمان كمدير فني يا كابتن، مش الناس، سيبك من الناس دلوقتي، انا كمدير فني النهارده محتاج اتفرج على اللعيب ده في الملعب، محتاج اشوفه، محتاج اتفرج عليه. صفقه موجوده عندي في الفرقه، صفقه جديده. وبيني وبينك حتى لو عمل يعني النهارده مثلا لو لاعب علي لطفي ولا الشريف اكرامي واحد فيهم خلاص، وحط اثنين في الدفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم خلاص، وحط محمد هاني او احمد فتحي ناحيه اليمين ومحمود وحيد او ايمن اشرف ناحيه الشمال خلاص، انا بوريك يعني خط الوسط مثلا في حاجه هيحط مثلا ايه، خليني اكمل بس حاجه كابتن، اليو ديانج مثلا وحسام عاشور واحمد الشيخ ناحيه اليمين ومثلا حسين الشحات ناحيه الشمال او رمضان ناحيه الشمال، وبينهم مثلا مجدي قفش وفي الامام صلاح محسن. دي تشكيله تعتبر متغيره تماما عن اللي فاتت باستثناء واحد او اثنين، ولكن تحس انها تشكيله يعني تاكيد لكلامك اللي انا عايز اقوله ان هم موجودين اي حد من الثلاثه، هي دي اللعبه الاساسيه. تاكيد لكلامك ان انت دلوقتي في النادي الاهلي الحمد لله انت مش عارف مين تقدر تقول لي مين الاساسي ومين الاحتياطي خلال الثلاث مباريات اللي فاتت. الثلاث مباريات اللي فاتت انت لعبت ناس كلها وبدات بناس كلها، وكل مجموعه لعبت خلال الثلاث مباريات ادت اداء كويس عالي ومكسب. فانت دلوقتي ما عندكش، يعني انت زي ما اسلام بيقول لو بدا بالتشكيل اللي احنا قلنا عليه ده تشكيل اساسي بالنسبه للنادي الاهلي ومجموعه تقدر انها تحقق الاداء الكويس والمكسب، ودي ميزه او الميزه اللي عملها الراجل ده من اول ما جه. فانا اعتقد ان انت هتشوف يعني بكره، او اتمنى يعني بلاش ان انا يعني اتمنى ان انا اشوف تشكيله فعلا كل الناس ما لعبتش، يعني ديانج يلعب، محمود وحيد يلعب، يرجع تاني الشيخ يلعب ناحيه اليمين، يعني الناس اللي ما لعبتش خالص واللي خدت قليل يلعب. اكيد دول يا كابتن هتلاقيهم بيلعبوا يعني. بص خد بالك يعني من خلال الدراسه الصغيره للمدير الفني ده اسلام، واضح انه بيحاول يستكشف اللعيبه كمان ويستكشف اللعيبه في ممكن في مراكز مش اماكنهم، يعني يعمل تبديل في المراكز. وكمان هو ممكن عايز بشكل كبير انه يكسب ثقه اللعيبه كلها، ودي حاجه يعني المديرين الفنيين الكبار بيحبوها قوي، انه دايما يكسب ثقه كل اللعيب. صحيح. لانه في كره القدم يا كابتن بطبيعه كره القدم اتعودنا انك بتحتاج كل اللعيبه على مدار الموسم طبعا، فما ينفعش تخرج واحد من حساباتك الا اذا كنت انت مستكفي باللعيبه اللي موجوده. فالنهارده فرصه كبيره لراحه اللعيبه لاكتشاف بعض اللعيبه اللي موجودين في الفرقه انت ما شفتهمش قبل كده. خد بالك في حاجه مهمه ثانيه يا اسلام، المسج اللي انت بتديها للفرقه الثانيه النهارده مباراه بكره تكسب 7-8 بتدي مسج قويه للفرقه الثانيه. خد بالك انت داخل على دوري المجموعات، فبالتالي الفرقه برضو بتعمل لك حساب. النهارده احنا سمعنا ان سان داونز كسبان 11 خلاص، انت بيجي لك على طول الفكر اللي بيجي لك ان دي فرقه عندها هجوم قوي جدا. الترجي كسب 2-1 ووصل بالعافيه بهدف واضح جدا ان هو اوف سايد. تمام. فبيجي لك مسج، انا شفت صوره بالمناسبه لكن انا ما شفتش. انا بقول لك بيجي لك مسج للفرقه اللي قدامك مين بيستعد كويس، مين هجومه قوي. تمام. فانت بتنقل برضه مسج لان كل الفرق اللي هتجي لك بعد كده انك لا انك عندك هجوم قوي. صحيح. عندك دفاع جيد جدا، لكن انت كسبت بسهوله جدا، عديت من دور ال 32 ومن دور ال 16 بسهوله. اذا يلا بقى هتعمل لكم بالظبط. اذا هتخوف الناس منك وتقلقها منك يا اسلام، ودي حاجه مهمه جدا. زمان كنا بنلعب في استاد القاهره الفرقه جايه مغلوبه بنسبه 50% وانت بتكسب ال 50 التاني. صحيح. وده اللي انت بتبقى محتاجه مع الفرق. صحيح. الصغيره. صحيح. لو تعثرت مع الفرق الصغيره برضه بتدي رساله، لان خد بالك الفرقه اللي هتقابلك في دوري المجموعات هتتفرج على الماتش ده والماتش اللي قبليه والماتش اللي قبليه والماتش اللي قبليه، فبتتفرج عليك مع فرقه سهله، بتشوف امكانياتك عامله ازاي يا كابتن. فلما تديهم رساله ان لا كل فرصه انا بستغلها، نتيجه 8 المباراه اللي انت كسبتها 8 دي برده رساله كبيره لكل الناس. بكره ان شاء الله لما تكسب 7-8 باذن الله او 5-6 برده هتبقى برده مسج لكل الفرق اللي انت بتقابلها تاني. هضيف على كلامك كمان ان الرساله اسلام مش لبره بس، لبره وجوه.
دوري رساله برضو لفرق الدوري، ان انت اي فرقه هتيجي تقابل النادي الاهلي مش هيتنبأ بالتشكيل زي قبل كده يقول لك فلان وفلان وفلان وخلاص التشكيل معروف بتاع النادي الاهلي، انت كل مره بتلاقي تشكيل مختلف، فدي برضو يعني بتدي قوه للنادي الاهلي وبتلخبط برضو المنافسين بتوعك مين اللي بيجي يقابلك مش عارف برضو انت هتلاعب مين هنا ولا مين هنا ولا مين هنا. فاعتقد ان بكره فعلا فرصه كويسه جدا جدا للراجل ان هو يلاعب الناس كلها، وانا اعتقد وثقتي كبيره في كل اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله في القائمه بتاعه الاهلي بكره ان هيأدوا على مستوى عالي ان شاء الله وهيكسبوا مكسب كويس. يعني بلال، يعني انت قلت ان هو يبدا بصلاح محسن، او من وجهه نظرك انه يبدا بصلاح محسن الاول نظرا ل ليه ما يبداش بوليد ازارو؟ يعني ما خلي بالك، ما هو انا بالنسبه لي وليد ازارو، مش بالنسبه لي يعني للبعض، يعني بيعتبر ان وليد ازارو واحد من الركائز الاساسيه اللي موجوده في الفريق، وبالتالي انا محتاج ادخله في الفريق. صح مظبوط، انا ما قلتش ما يلعبش، انا ما قلتش ما يبداش فيه بس تمام. لا انا بقول ايه، بقول انك انت كمدير فني في البدايات عايز تكتسب ثقه اللعيبه اللي موجوده كلها وحبهم وقربهم ليك، ودي حاجه مهمه جدا. هو بالمناسبه واحد من المدير الفني ريني فايلر معروف عنه قربه جدا من اللاعبين. حلو، وعشان كده انا بقول لك هو ده المنطق. يعني انا صلاح محسن موجود معايا بقاله فتره، ما شاركش بشكل اساسي، لعبته مباراه هناك المباراه اللي فاتت، ممكن يغير يلعب باتنين راس حربه مثلا، ممكن. خد بالك دي برده حاجه وارده جدا كمان، انك انت ممكن تلعب 4 4 2 بكره، لا تلعب باتنين فراوده تمام، واحد تلعب يعني على الخط بالظبط يعني. تمام. ممكن اساله سؤال يا اسلام؟ سألنا انا؟ تسال بلال؟ انت كفرود بقى زي ازارو، لما تكون راجع من اصابه وبقالك فتره ما لعبتش، تحب المباراه تبداها من الاول ولا تنزل الشوط الثاني؟ لا انزل الشوط الثاني يا كابتن، انزل الشوط الثاني. انت عارف ان دي بقى عكس المدافعين، يعني انا كمدافع مساك لما اكون راجع من كده لازم ابدا الماتش من اوله. انا عارف لو نزلت في نص الماتش بتبقى مشكله بالنسبه لي. بص الفرق، او اولا انت عندك فرصه انك تقرا المدافعين اللي موجودين، فرصه كبيره. تاني حاجه فرقه زي كده فرقه سهله، ممكن تكون كسبان، الجيم بيتفتح اكتر بالنسبه لك، بتبقى الجيم تسهل عليك، اللعيبه خدت ثقه دخلت في المباراه مفيش مشكله. لو في شده من المدير الفني او في هزه شويه في المستوى في الاول، يبقى في شده سريعه من المدير الفني فبترجع لوضعك الطبيعي تاني، فبالتالي بتنزل في حاله جيده بالنسبه لك. تمام. ما بتنزلش وانت مطالب انك تعمل مجهود 100%، انت اوريدي بتبقى نازل ان شاء الله الاهلي يكون كسبان. حتى اللي بيلعب في مكانك لو كان احرز اهداف، حتى اللي كان بيلعب مكاني مش مهم يا كابتن. بص شوف. تمام. انت كفرود اساسي بالنسبه لك عندك منافسه مع اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب، مفيش مشكله. انت في الاول في الاخر اللعيب اللي بيلعب معاك او المنافس ليك منافسه، دي يعني دي منافسه شريفه. هو في الاول في الاخر المدير الفني هو اللي بيحط، هو اللي عنده الاحتياجات، هو اللي بيقرر مين اللي هيبتدي ومين اللي مش هيبتدي. فانت ما عندكش مشكله مع اللعيبه اللي بتلعب معاك، دول زمايلك في الملعب، مفيش مشكله معاك. انت الفكره كلها انا مش عايز ابقى محطوط تحت ضغط من بدايه المباراه، ان كل فرصه تجي لي هي دي الفرصه اللي لازم، لو ما جبتهاش يبقى في سيف قدامي. تمام. قبل ما تكمل بس ممكن تحط لي تشكيل برضو عشان من وجهه نظرك قبل ما بلال يكمل عشان ما افاجئكش يعني. ماشي اتفضل يا بلال. فهمنا يا اسلام. فانا بالنسبه لي شايف ان وليد الشوط الثاني لو نزل تقديرا لصلاح وليد ازار بالظبط الفتره اللي لعبها مع النادي الاهلي، وان برضو المدير الفني يقول لك ان انا بعتمد على كل اللعيبه اللي موجوده بالنسبه لي. تاني حاجه ان وليد ازار يبقى الشوط الثاني افضل له، هيبقى نازل عنده ثقه، مش عنده ثقه اكتر يعني، ولعيب طبعا عنده ثقه كبيره في نفسه يعني، لكن اللعيب اللي بيرجع من الاصابه بيبقى محتاج ما يبتديش من بدايه المباراه عشان الضغط يكون عليه اقل شويه، ينزل يكون الاهلي كسبان، الثقه موجوده عند اللعيبه، ما عندوش مشكله حتى في تضييع الفرص والاهداف، ما فيش مشكله خالص، الامور بتبقى متاحه اكتر، الفرقه اللي قدام تكون اتفتحت بشكل كبير لانك انت ابتديت تسجل فيها اهداف. عشان كده انا بتمنى ان يبتدي بصلاح عشان يكسب ثقه، عشان يكسب حب الاثنين اللعيبه الاثنين صلاح وفي نفس الوقت وليد ازار. بتبقى صعب على اللعيب يا اسلام اللي موجود معاك بشكل مستمر، صعب عليه حتى في مباراه زي كده، ممكن في مباراه صعبه اقول لك اوكي لاعب وليد ازار ما فيش مشكله، لكن لما تبقى مباراه سهله شويه بالنسبه لك او انت عارف ان هي سهله، اللعيب اللي بيبقى موجود معاك بيبقى محتاج انه برضه ياخد وقت، ياخد فتره يلعب، ياخد يبتدي من بدايه اللقاء، خاصه لو ما فيش حد تاني موجود. اعتقد انه جونيور اجاي ممكن ما يكونش موجود بكره من بدايه التشكيل، ففرصه انه حتى المدير الفني لو حب يبتدي كمان باتنين فراوده يبتدي بازار ويبتدي ويبتدي بصلاح محسن. يعني حطيت تشكيله يا كابتن؟ حط تشكيله بالله قبل ما الكابتن يخلص. حاضر. يعني لسه؟ انا بقول ان يعني اتمنى يبتدي كده يعني. من منطلق برضو ان عايز الناس اغلب الناس تلعب يعني. شريف اكرامي تمام، محمد هاني تمام، رامي ربيعه
وياسر ابراهيم ومحمود وحيد. تمام. نص الملعب هيلعب ديانج وعاشور. تمام. ممكن يلعب قدامهم وليد سليمان والشيخ، وممكن يلعب صلاح محسن ناحيه الشمال وقدام وليد ازار. ماشي. اتمنى يعني. حلو التشكيل. بص كله جديد. جديد. حطيتها بلال التشكيله؟ اقول لك انا رامي وياسر برضه اتفقوا مع كابتن محمود وحيد واحمد فتحي وحسام. احمد فتحي مش محمد هاني. احمد فتحي. تمام. احمد فتحي ده الاختلاف بينه وبينك لسه. وديانج وعاشور ويلعب في الحته اللي قدام. انت عندك مجدي قفشه وعندك صلاح محسن وجهه نظر يعني، واحمد الشيخ، ويلعب بس اعتقد كده وخلاص كده. فاضل واحد. فاضل واحد. يبقى صلاح محسن ومجدي قفشه وممكن مش عايز اقول مش وليد سليمان مثلا. ممكن وليد سليمان يلعب هو صح. وليد هو واحمد الشيخ. بالظبط. احمد الشيخ وبينهم مجدي قفشه. صح كده. وصلاح محسن. وصلاح محسن. بالظبط كده. ماشي خلاص كده. تمام. حضرتك حضرتك تشكيل. تمام زي الفل. انت عندك تشكيل؟ انا؟ لا انا هعرفه بكره معاكم الساعه. طب مختلف في التشكيل ده ولا مش عارف؟ لا انا ما يعني لا توقعات. لا توقعات. انا راجل هنا. لما نطلع بعد الهواء اقول لك انا التشكيل اللي في دماغي ايه. لكن انا دلوقتي انا اهو واخد نتائج على فكره انا من كابتن ماهر وكابتن شفتك المره اللي فاتت. قدمت وقعدت في جيبي لغايه دلوقتي. ايوه جنب قلبي. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن هشام على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا يا كابتن بلال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي غدا قبل المباراه بساعتين. هنكون مع حضراتكم الساعه 6 بالظبط. هنكون متواجدين مع حضراتكم بكل الكواليس اللي حضراتكم دايما بتتفرجوا عليها من خلال شاشه قناه الاهلي. انتظرونا غدا وحلقه جديده ان شاء الله من ملعب الاهلي.